يا صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، اهلا بكم جميعا وبدايه حلقه جديده، حلقه نهايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي. للاسف نهاوند غايبه عندنا النهارده، ان شاء الله هتكون موجوده ومنورانا يوم الاحد الجاي باذن الله، وده معناه ان انا النهارده ان شاء الله ساكون منفردا مع حضراتكم في حلقه لن تخلو باي حال من الاحوال عن او من الحديث حول بعض النقاط المتعلقه بماتش امبارح وتداعيات ماتش امبارح وانعكاسات ماتش امبارح من وجهة نظر كتير جدا من جماهير النادي الاهلي على اللي جاي، واللي جاي مش سهل. كل وقت وليه اذان، لكن اعتقد ان بعد ماتش امبارح وبعد التحفظات اللي كانت موجوده عند كتير من الناس اللي تابعت مجريات الامور لازم نقف عندها النهارده تفصيله تفصيله. بشكل عام طبعا الهدف مبدئيا اتحقق وهو ان احنا نصعد وقد كان، ولكن في صعود عن صعود بيفرق. فكرة الطمأنة للجماهير، وإن كانت الطمأنة في بعض الأحيان ساعات بتجيب نتيجة عكسية برضو من وجهة نظر البعض من الجماهير، ساعات ممكن الجمهور يشوف إن اللعيبة بيلعبوا بأداء فيه شيء من الغرور أو شيء من الثقة، فده بينتج عنه فرص كتير جدا قوي خالص مهدرة ولا سيما في الشوط الأول، وده للماتش الثاني على التوالي. حاجات كتير هنتكلم عنها مع حضراتكم في حلقتنا النهارده سواء في سياق الحلقه او في الفقرات الحواريه. بالمناسبه النهارده كالعاده هيكون عندنا فقرتين حواريتين في الساعه الثانيه من حلقتنا، الفقره الاولى هيكون معانا فيها الناقد الرياضي الاستاذ احمد رشاد وحديث مطول عن الالعاب الرياضيه الاخرى في النادي الاهلي، وحضراتكم طبعا عارفين كويس ان احنا زي ما بنهتم بالكلام عن الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بنهتم بالكلام عن كل الفرق الرياضية في كل الرياضات الفردية والجماعية في النادي الأهلي، ده دور أصيل من أدوار هذا البرنامج. أما الفقرة الثانية ودي بقى اللي غالبا هنفرد فيها بقى في الكلام ونقف عند كل التفاصيل هتكون فقرة كروية بحتة مع الناقد الرياضي الأستاذ محسن لملوم اللي دايما بيبقى له قول ودايما بيبقى له وجهة نظر ورؤية مغايرة ومختلفة وعينه بتروح لتفاصيل بنحب قوي نقف معاه عندها في كل مرة بينورنا فيها في 10 الصبح في الأهلي. بداية الكلام أكيد مبدئيا كده مبروك تأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي من مسابقة دوري السوبر الإفريقي بعد طبعا ما تخطى عقبة وبعد ما نقدر نقول إن هو إيه يعني هرب من فخ سيمبا. أنا واحد من الناس ما كنتش متخيل إن إحنا ممكن يجي علينا اليوم اللي نقول فيه إن إحنا الحمد لله إن ربنا سترها معانا وعدينا من فخ سيمبا، مع كل الاحترام لسيمبا وكل الاحترام لأي فريق يعني بيلاعب النادي الأهلي أو بنفسه في أي بطولة أيا كانت، بس إحنا بنتكلم في الآخر من وجهة نظر وكأن حضراتكم معاكم ميزان والميزان فيه كفتين، كفة منهم فيها النادي الأهلي بزخمه بتاريخه بثقله بأسماء لعبته بإمكانياته بقدراته بحاجات كتير، وفي الكفة التانية الفريق التاني. لما يكون الكفة التانية أضعف نسبيا أقل، يعني كفة النادي الأهلي هي الأتقل وهي بالتالي الأرجح، لما بنشوف حاجة يعني غير مرضية بالنسبة للجمهور لا بنقف وبنندهش وبنستغرب. أمال لما يكون الكلام على فرقة تانية على الأقل فيها شيء من التكافؤ. فتاني هرجع أقول لكم النهاردة عندنا حاجات كتير عايزين نتكلم فيها، بس مبدئيا تخطينا عقبة فريق سيمبا التنزاني بعد طبعا ما تعادلنا معاه تعادل إيجابي في استاد القاهرة امبارح، وقبلها طبعا زي ما حضراتكم فاكرين تعادل يعني إيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب اللي اتلعبت في دار السلام عشان يستفيد النادي الأهلي من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين وبالتالي يتأهل الدور نصف النهائي ويضرب موعد ناري كالعادة مع سان داونز الجنوب أفريقي في مباراتين ذهاب وعودة، الأولى إن شاء الله هتكون في نهاية الشهر الحالي والتانية في بداية شهر نوفمبر المقبل. طبعا سيناريو مباراة امبارح الحقيقة أقل توصيف لي إنه كان غريب حبتين، غريب لدرجة إن إحنا كنا ممكن جدا لا سمح الله نشوف وداع مبكر جدا من البطولة برغم السيطرة شبه الكاملة على مجريات المباراة من قبل لعيبة النادي الأهلي. امبارح ومن الدقيقة الأولى لعيبة النادي الأهلي بشكل عام ولاعبي خط يعني الخط الأمامي بصفة خاصة بيرسي تاو وطبعا حسين الشحات ومعاهم كهربا وصلوا المرمى المنافس بدل المرة والاثنين قولوا 12 13 14 مرة في رقم يكاد يكون قياسي في الشوط الأول زي ما حصل إلى حد بعيد في المباراة الأولى. طبعا ضيعنا كمية أهداف مش طبيعية أكيد كانت كفيلة جدا إن هي تنهي الأمور من بدري بدل ما نستنى ونوصل لغاية آخر 10 دقايق وإحنا حتى مش عارفين يا ترى إحنا هنكمل في البطولة دي ولا لأ. حضراتكم متخيلين يعني كمية الضغط اللي موجودة عند
اكيد عند اللعيبه والجهاز الفني، بس بكلمكم كمان عند الجمهور، ان احنا نوصل لغايه اخر 10 دقايق من المباراه واحنا بنقول يا ترى هنكمل في البطوله ولا لا. لا، ده حدث جلل بالنسبه لكتير جدا من الاهلاويه الحقيقه. ده طبعا غير الهدفين اللي اتلغوا بداعي يعني التسلل. الشوط الثاني برضو الاداء استمر بنفس الوتيره الى حد بعيد، هجوم مستمر من قبل لعيبه النادي الاهلي، وفي المقابل تكتل دفاعي من لعيبه سيمبا، ومن كوره مرتده استغل لعيبه سيمبا اندفاع لعيبه النادي الاهلي ويسجلوا هدف في توقيت صعب جدا الحقيقه، توقيت كهرب الامور بشكل كبير جدا في استاد القاهره. لكن نرجع ونقول الحمد لله رب العالمين باسيست من المتالق علي معلول للمهاجم محمود كهربا، نجحنا في ادراك التعادل في الدقيقه 76. بعدها دفع مستر كولر بالمهاجم مودست بدل كهربا في الدقيقه 86، وبرضو دي كانت من ضمن التفاصيل اللي ناس كتير وقفت عندها فيما يتعلق بعدم الاستبدال اللاعبين في مراحل مبكرة من مجريات الأمور، وخصوصا ان احنا كنا مغلوبين 1 بالفعل. وجهة النظر التانية اللي هو فكرة ان هو لا بيدخر اللعيبة لما هو قادم، واكيد في النص في ناس اللي بتقول ما معناه طب مش تخلينا في ما هو حالي فيما هو قائم الاول وبعد كده نشوف ما هو قادم ربنا هيكرم فيه ان شاء الله. المهم احتسب حكم المباراة 6 دقايق، انتهت طبعا بتأهل أهلاوي للدور نصف النهائي من هذه البطولة. الحقيقة المفروض يكون في يعني عظات وعبر ودروس كتيرة قوي مستفادة لازم نخرج بيها من الماتشين اللي فاتوا بشكل عام ومن ماتش امبارح بصفة خاصة عشان اللي جاي. انت بتنافس في أكتر من بطولة، وفكرة ان انت تتسرع في الملعب يعني ده بيؤدي لإضاعة فرص كتير جدا زي ما شفنا بالفعل. احنا مش بنتكهن، احنا بنتكلم بموجب اللي شفناه. محتاجين شوية هدوء ومحتاجين شوية تركيز، ولازم شوية الكعبلات اللي عندنا وشوية المشاكل اللي عندنا واللي اعتقد ان هي كانت واضحة وضوح الشمس في ماتش امبارح بصفة خاصة لازم يتوقف عندها وندرسها ونحلها ونحلها في اسرع وقت ممكن، لان احنا الحقيقه بنحارب الوقت وبنحارب الزمن كما هي عاده النادي الاهلي بحكم ان هو طرف رئيسي واصيل في كل البطولات المتاحه واللي هو بطبيعه الحال بيشارك فيها كلنا. على فكره احنا كنا قلنا هنا في البرنامج كتير بدل المره اكثر من مره انه مفيش فريق في بطوله دوري السوبر الافريقي يتقال عليه فريق ضعيف او يتقال عليه ايه مقدور عليه. ادينا شفنا بدل المره اكثر من مره فرق من الصنف المقدور عليه وربنا سترها وقدرنا عليه، تمام؟ وقلنا قبل كده بدل المره كذا مره ان كل الفرق اكيد عندها نفس الطموح المشروع، كلهم بدون استثناء عندهم رغبه عارمه في التاهل وفي النجاح في اول نسخه على الاطلاق من هذه البطوله. فمطلوب ان احنا تاني نطلع من مباراتي سيمبا بدروس كتيره جدا مستفاده. مارسيل كولر الحقيقه كان ليه مجموعه من التصريحات امبارح بعد انتهاء مجريات المباراه، قال ان النادي الاهلي حقق المطلوب عن جداره واستحقاق طبقا لكلامه، وإن الفريق كان مسيطر تماما على مجريات اللعب طوال شوطي اللقاء وأهدر العديد من الفرص، وإن الهدف اللي سجله سيمبا جاء أثناء سقوط محمد هاني بسبب الإصابة وهو ما كان يستوجب المزيد من التركيز. تعالوا ناخد فكرة من خلال الفيديو ده ونسمع ونشوف يعني قال إيه تاني ضمن تصريحاته في هذا المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل الكلام. كنا مسيطرين على المباراة بشكل كامل طول المباراة بنلعب قدام، ضيعنا كمية فرص تاني للمباراة التانية على التوالي، بنضيع فرص كتير جدا. الشوط الأولاني بالذات ضيعنا كور كتير، الشوط التاني برضو كملنا تضييع أهداف مش بنفس عدد الشوط الأولاني، لكن احنا مسيطرين على المباراة بشكل كامل. المنافس طول المباراة بيحاول ان هو يقف تحت الكورة مستني بيدافع ومستني ان احنا نغلط مرة أو اتنين، هو ما راحش على الجون تقريبا غير مرتين أو ثلاثة وهو مستني ان احنا نغلط، وللاسف احنا ساعدنا على ده ان احنا عملنا الاخطاء اللي هو مستنيها مننا. الجون اللي هم جابوه كان هاني واقع على الارض محدش كان باصص، لا معرفش حد، المفروض كانت الكره فاول لكن الكره عدت ومشيت. لعيبتنا كانت المفروض انها تبقى تركيزها اعلى من كده لما يلاقوا ان لاعيب واقع على الارض من عندنا ان هم يبقوا عارفين ان احنا عندنا نقص عددي، فتركيزهم في اللحظه دي لازم يبقى زايد اكتر، يكون عندهم وضوح في الرؤيه اكتر، يكون عندهم اصرار وعزيمه اكتر ان هم يطلعوا الكوره طالما الزميل بتاعهم واقع على الارض. لكن للاسف ما حصلش وهم جابوا جون. الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نرجع في النتيجه ونجيب التعادل مستحق جدا بعدد الفرص اللي احنا ضيعناها النهارده، كان المفروض نكسب بنتيجه مختلفه تماما او بشكل مختلف.
المنافس كمان راح جاي له فرصه في اخر ثانيه في المباراه المفروض ما تحصلش خالص خالص قرارها اكتر من مره ده مش مقبول اطلاقا ان احنا عندنا لعيبه عندها خبرات كبيره جدا في الفرقه ومفروض ان احنا ما ينفعش ان احنا في لحظات زي دي في المباراه نسيب الكوره بالشكل ده ونعمل اخطاء بالشكل ده تكلفنا فرصه خطر جدا لكن في النهايه ده هو المستحق مجموع المباراتين والحمد لله معترض بس في البدايه على موضوع الاداء الغير مقبول لان رؤيتي مختلفه تماما انا شايف ان احنا مسيطرين على المباراه بشكل كامل مسيطر عليها اكتر كمان الماتش الاولاني مسيطر عليها لمده 90 دقيقه المنافس تقريبا ما ظهرش خالص ناحيه الجون بتاعنا غير مرتين لكن انا المشكله الوحيده اللي كانت النهارده ان احنا بنضيع جوان كتير ما جبناش جوان على الفرص اللي احنا بنضيعها لو كنا جبنا الاجوان دي كان الناس هتتكلم كلام مختلف تماما ان انا مكتف منافس قوي جدا ولازم برضو ان احنا نبقى بنتكلم بصراحه ما ينفعش ان انا كل ماتش لازم اكسب 3 4 0 لان انا لازم احترم المنافس اللي قدامي احنا بنلعب فرقه برضو محترمه لكن احنا المشكله الوحيده النهارده ان احنا ما جبناش اهداف لو كنا جبنا اهداف الكلام كان هيتغير لان احنا مسيطرين بالطول والعرض على المباراه فانا معترض بس على نقطه الاداء الماتش كان على الحافه في اللحظه اللي هم جابوا فيها جول عشان تنزل لعيب لسه ينزل بياخد وقت عقبال ما يخش في ريتم الماتش في ماتش اصلا خلاص ماتش كان سخنان جدا وماتش على حافه فعلا انزل لاعب لسه هاخد ريتم اللعيب اللي بينزل لسه بياخد له سبرنتين ثلاثه عقبال ما نفسه يبدا يكرش نفس فمش هينفع ان انا في اللحظات اللي كان الفرقه فيها الموضوع بالشكل ده انزل لسه لعيب لسه يخش في ريتم الماتش اخسر لاعب عقبال ما يدخل في المباراه هيبقى مشكله مودست كان عيان جدا رقد تقريبا 3 ايام في السرير ما كانش بيتحرك من التعب بعد كده رجع عمل تدريب واحد بس مع التاهيل حتى مش مع الفرقه امبارح كان اول مره ينزل مع الفريق كان تمرين امبارح اصلا تمرين خفيف ما كانش تمرين شديد فهو لغايه دلوقتي ما يعتبرش عمل اي تمرين قوي مع الفرقه من ساعه العوده من الرقده اللي هو كان فيها انه كان عين جدا فالموضوع ملوش دعوه بالثقه ولا اي حاجه هو بس عشان خاطر طالع محتاج بس كام يوم تمرين مكثف وهيبقى معانا ان شاء الله ملوش علاقه بالثقه بالنسبة لإمام إن بعد ماتش الدوري اللي هو اتخبط فيه هو بقى له دلوقتي داخل على حوالي 10 أيام من ساعة ما بيتمرن معانا مفيش تمرين عارف يعني حاسس إن هو مش مديني 100% كل تمرين بينزل يزكك شوية ويجري خفيف ومفيش تمرين بيعمله بنفس الشدة فأنا قررت إن أنا بعد النهاردة قلت لا هنوقف لازم أكشف عليه تاني ونكشف عليه طبيا نشوف فيه إيه أنا عندي إحساس إن ممكن يكون في حاجة إحنا مش شايفينها نشوفها ونكشف عليه مرة تانية نشوف ماله لان ولو طلع ما فيش حاجه لا لازم هو عارف ان ما عنديش لعيب بيخفف التمرين وينزل ماتشات 100% هتتمرن 100% هتلعب 100% لكن تتمرن 50% وتلعب 100% ده ما بينفعش فلازم نطمن عليه الاول طبيا وبعدين نشوف هيتمرن كويس ازاي الفتره الجايه بالنسبه للماتش الاولاني بس هرجع له تاني الشوط الاولاني احنا مضيعين كور كتير واحنا متفقين على كده كهربا وبرسيتاو احنا على الاقل كنا المفروض نجيب جونين ثلاثه كمان غير اللي احنا جبناهم في الشوط الاولاني الماتش اللي هناك لما الشوط الثاني هما بالظبط جابوا جونين من فرصتين اللي هما من ضربتين ثابتين واحده كورنر من خطا يعني يعتبر بسيط جدا مننا يعني غريب خطا فردي في الجون الثاني في كورنر الجون الاولاني برده ضربه ثابته ما بقولش ان دي مش اخطاء اخطاء وطبعا غلطنا فيها واتكلمنا فيها مع بعض لكن مش كورتين من لعب مفتوح يعني هما الفرصتين اللي جالهم على ارضهم مش من لعب مفتوح بالنسبه للماتش هنا سؤالي لحضرتك هما عملوا كام فرصه النهارده وده برضو نفس كانت مشكله الماتش الاولاني قررت النهارده دي مشكله السنه اللي فاتت يعني انا نفس المشكله اللي انا فيها بقالي دلوقتي سنه ان احنا بنخلق فرص كتير جدا وما بنجيبش منها اهداف كتير ده بيبقى محتاج من لعيبه غير التمرين كويس محتاج تركيز اكتر محتاج فوكس اكتر جوه ال 18 شراسه اكتر جوه ال 18 لازم الفرص اللي بتجي لنا دي تتحول لاهداف لان النتائج بتتغير تماما لما حضرتك تتقدم 3 4 0 مثلا خلاص الماتش انتهى المنافس مش هيروح عليك اصلا الموضوع بيبقى خلص لكن احنا للاسف نسبه احراز اهدافنا من فرص قليله جدا من السنه اللي فاتت وده محتاج تركيز من اللعيبه اكتر من كده بكتير جوه ال 18 طيب ده كان جانب من تصريحات مستر كولر بعد طبعا انتهاء المباراه واثناء هذا المؤتمر الصحفي كمان روبرتو اوليفييرا مدرب سيمبا التنزاني هو كمان كان حريص طبعا على انه يبقى له بعض التصريحات اكيد استهلها بتقديم التهنئه للنادي الاهلي واكد ان النادي الاهلي هو افضل نادي في افريقيا ويستحق التاهل رغم ان لاعبي فريقه قدموا عرض جيد قال ان سيمبا لعب بشكل جيد جدا امام النادي الاهلي في تنزانيا وكمان في القاهره وكان ند قوي ليه لكنها كرة القدم هكذا هي ليست معركة إنما هي فن على حد تصريحه قبل بقى ما يعني نقفل مؤقتا ملف الدوري السوبر الإفريقي في أزمة جديدة
حصلت الحقيقة، وعايزين برضو نعرفها لحضراتكم ونتكلم شوية في شوية تفاصيل متعلقة بها، وهي أن نادي أنيمبا النيجيري تعثر سفره إلى المغرب لمواجهة الوداد المفروض في لقاء النهاردة كان هيجمع ما بينهم طبعا ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي. ماتش الذهاب انتهى لصالح الفريق المغربي بهدف دون رد، وأصدر النادي النيجيري بيان رسمي وقال من خلاله أنه لم تسافر بعثة أنيمبا إلى المغرب في الموعد المحدد بعد أن رفضت السلطات المغربية إصدار تصريح للطائرة بالهبوط في الدار البيضاء. رجع الفريق إلى الفندق مرة تانية بعد أن أمضى 6 ساعات ونصف في الطائرة بانتظار تصريح الهبوط من السلطات المغربية. ده على صعيد، على الصعيد الآخر أو على الجانب الآخر نفى الاتحاد المغربي كل ما تردد وتم نشره في هذا الإطار من خلال بيان رسمي، يعني كل التفاصيل بالمواعيد يعني كانت مذكورة فيه، وأكد أنه مديرية النقل الجوي منحت الطائرة أو طائرة الفريق النيجيري الرخصة بالفعل بعد استكمال جميع وثائق الملف. طبعا الكاف اضطر بطبيعة الحال أنه هو يأجل المباراة ليوم الخميس، لكن الملابسات دي عجيبة حبتين، فتعالوا نعرف ايه الكواليس ونعرف ايه اخبار اللي حصل وليه اللي حصل ده حصل وليه في تناقض في بيانات كل جهة يعني من الاثنين. تعالوا نعرف التفاصيل من خلال الناقد الرياضي الاستاذ احمد فهمي اللي معانا على التليفون. استاذ احمد صباح الفل عليك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير يا استاذ كريم وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بيك. طبقا لقراءتك للمشهد شايف ايه سبب تناقض البيانات ويعني ومين فيهم الجهة الأصدق، ويا ترى اللي حصل ده هل هو شيء غير مسبوق ما حصلش قبل كده ولا حصلت قبل كده؟ لا هو طبعا في يعني اعتقد الموقف ده يمكن اول مره يعني تصادف موقف بالشكل ده، بس احنا نقدر نقول ان هو مش تناقض على قد ما هو يعني خطا في الاجراءات، لان زي ما حضرتك عارف اللي هي اجراءات الطيران بيبقى ليها بعض الاشتراطات وبعض المتطلبات، يمكن النادي النيجيري يعني ما اتمش استيفاء كل المتطلبات في الوقت المحدد، خصوصا ان الفريق النيجيري هيسافر الى المغرب عن طريق طائره خاصه، فدي فحسب البيان الاتحاد المغربي ان هو كان لازم يرسل كافه الوثائق وكافه الاوراق اللازمه لاستخراج تصريح الهبوط قبل ميعاد الرحله ب 72 ساعه، وده اللي ما عملوش النادي النيجيري، فبالتالي ان انيمبا ما قدرش ان هو يسافر الى المغرب في الموعد المحدد، كان المفروض محدد له انه يسافر يوم الاثنين بالليل الى الدار البيضاء عشان خوض مباراه الاياب، لكن بسبب الخطا في الاجراءات دي لاستخراج الوثائق فهو ده اللي تسبب في تاخير موعد الرحله. بس هو يعني ينفع في بطوله كبيره بالشكل ده يبقى في سوء تنظيم واصل للدرجه دي؟ اسمع الحقيقه هو المفروض طبعا يعني المفروض ان هو ما يتمش موجود مثل هذه الاخطاء يعني، وعلى فكره ده ثاني ازمه او ثاني مشكله تحصل في البطوله بعد الازمه بتاعت نادي مازيمبي. نادي مازيمبي كان المفروض هيستضيف المباريات على ملعبه، ولكن الكاف قرر نقل المباريات الخاصه به على ملعبه تم نقلها الى مدار السلام في تنزانيا بسبب ان السلطات الكونغوليه لم تصدر التأشيرات الخاصة بالضيوف الرسميين التابعين للكاف وكذلك الحكام، وكذلك انه ان السلطات هناك في الكونغو الديمقراطية لم تسمح بدخول المعدات الخاصة بالفار لمدينة لومباتشي، فبالتالي تم نقل مباريات مازيمبي الى مدار السلام. فطبعا الأزمة دي اول أزمة، طبعا كانت بعدها أزمة اسمها نادي أنيمبا ان هو ما مسافرش في الموعد المحدد، فطبعا المفروض يعني بطولات يعني بالشكل ده طبعا ما يتمش فيها اي اخطاء او اي مشاكل بالشكل ده، وطبعا المفروض طبعا هي بمشاركه طيب. الفيفا طبعا الى جانب الكاف، فالمفروض طبعا يكون تنظيميا تكون الامور دي محسومه بشكل جيد. طيب بشكل عام حضرتك شايف ازاي دوري السوبر الافريقي، وهل في رايك في السنوات القادمه هيكون اكثر تنافسيه؟ هو طبعا لو هنتكلم على النسخه الحاليه حتى الان يعني الاجواء التنافسيه فيها حتى الان جيده جدا، يعني حتى الفرق اللي ودعت البطوله من اول دور بنتكلم زي سامبا التنزاني او حتى سان بيترو، حتى الان الاداء والتنافسيه عاليه. طبعا هنشوف طبعا اسمها تصاعد في المنافسه طبعا في الادوار الاخيره من دور نصف النهائي طبعا ومن دور النهائي،
اسمها طبعا لو هنتكلم طبعا على النسخه القادمه طبعا حسب ما اعلن الاتحاد الافريقي انها هتكون بمشاركه 24 نادي. يعني اسمها طبعا المفروض كانت النسخه الحاليه كانت هي اللي هتكون النسخه الموسعه بمشاركه 24 نادي، لكن بسبب بعض الامور التنظيميه وبعض الامور الماليه اسمها تم ارجاء الخطه دي او الشكل ده الى النسخه المقبله في 2024. اسمها طبعا هيبقى يعني 24 نادي طبعا هتبقى من حيث التنافسيه ومن حيث التصفيق للبطوله هيكون امر رائع جدا، ولكن اسمها هل سيتم تطبيق البطوله بالشكل ده خصوصا مع وجود اسمها ضغط في الاجنده في العام المقبل؟ احنا بنتكلم في السنه الجايه في كاس الامم الافريقيه 2023 اللي هي هتكون في كوت ديفوار في يناير المقبل، بعد كده هنخش في اجواء تصفيات كاس العالم 2026 وكذلك ايضا تصفيات كاس الامم الافريقيه في 2025. فهل يعني سيتم اقامه البطوله بالشكل ده في ظل هذا الضغط الكبير في الاجنده وللانديه حتى كمان الاجنده للانديه المحليه للانديه في دوريات المحليه، فهل سيتم تطبيقها بالشكل ده؟ يعني ده اللي احنا يعني منتظرين نعرفه من الكاف. طيب وبالنسبه للنسخه الحاليه في رايك لقاء النهائي هيجمع بين مين ومين؟ يعني اسمها كلنا طبعا يعني اسمها اتمنى النادي الاهلي يكون احد طرفي المباراه النهائيه، ويعني وباذن الله اذا وصل الاهلي الى النهائي فيعني اتوقع بشكل كبير الاهلي ويعني والوداد المغربي هيكون طبعا تكرار نهائي النسخه الماضيه من دوري ابطال افريقيا. باذن الله. عموما انا شاكر لحضرتك نورتنا النهارده في 10 الصبح في الاهلي، وان شاء الله نسعد بوجودك معنا في الاستوديو عن قريب باذن الله. شكرا لحضرتك. شرفني وانا سعيد اني كنت مع حضرتك. صباح الفل عليك، شكرا جزيلا. طيب على صعيد اخر بقى حضرات، اتحاد الكوره بيحاول ان هو يوصل لاتفاق مع نظيره السيراليوني عشان يتلعب ماتشهم في الجوله الثانيه في تصفيات كاس العالم خلال شهر نوفمبر المقبل ان شاء الله في تونس بدلا من ليبيريا. طبعا يعني الماتش مش هيتلعب في سيراليون عشان الكاف رفض ملاعب سيراليون وشاف ان هي غير صالحه لخوض المباريات عليها، وبالتالي اتحاد الكوره عايز يلعب في تونس بدلا من ليبيريا عشان كمان عدد ساعات السفر اقل بكتير. عموما يعني هنعرف ان شاء الله مصير المفاوضات دي هتوصل لايه خلال الساعات القليله القادمه، واكيد حابين نفكر حضراتكم ان معسكر منتخب مصر القادم ان شاء الله هيكون من يوم 13 حتى يوم 21 نوفمبر وهيتخللوا ماتشين امام جيبوتي في القاهره وسيراليون. لسه هيتحدد طبعا الملعب بشكل نهائي والماتشين ضمن التصفيات المؤهله لكاس العالم 2026. اما بقى فيما يتعلق بمنتخب الشباب فيعني اعلن وائل رياض المدير الفني للمنتخب قائمه اللاعبين لمعسكر المنتخب المفتوح في الفتره من 25 لغايه يوم 27 اكتوبر واللي بتضم 50 لاعب ضمن خطه الجهاز الفني لمشاهده اكبر عدد ممكن من اللعيبه واختيار افضل العناصر على الاطلاق. شهد المعسكر الاول لمنتخب الشباب عفوا مؤخرا انضمام 34 لاعب عشان يصل إجمالي اللعيبة اللي تم استدعائهم حتى الآن 84 لاعب. منتخب الشباب طبعا بيستعد لبطولة دورة شمال إفريقيا اللي هتقام في تونس الشهر المقبل إن شاء الله، وعشان كده كابتن وائل رياض يعني عايز يفرز أفضل اللاعبين على مستوى الجمهورية عشان يحدد القوام الرئيسي والأساسي للمنتخب، وبإذن الله يكونوا يعني نقول إيه نواة جيدة ونواة طيبة للمنتخب الأولمبي ثم المنتخب الأول بعد كده إن شاء الله. ده شأن. على صعيد آخر فيما يتعلق بأبطالنا بقى في الألعاب الفردية، عايزين نقول لكم إن عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة توج بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب القتالية 2023 المقامة في المملكة العربية السعودية خلال منافسات المصارعة الرومانية بعد طبعا ما فاز على بطل العراق عدم تكافؤ بنتيجة 9-0. كمان تمكن الثنائي مصطفى جبر ومصطفى حسين بالفوز بميداليتين ذهبيتين لمصر في دورة الألعاب القتالية. الحقيقة يعني نقدر نقول باختصار شديد أن أبطالنا عاملين شغل ممتاز وأداء أكتر من رائع في هذه البطولة اللي بيشارك فيها أكتر من 1500 لاعب ولاعبة قادمين من 120 دولة من جميع أنحاء العالم، وهي النسخة الأكبر لعدد المشاركين في تاريخ دورات الألعاب القتالية على الإطلاق. أكيد كل الإنجازات دي بتفرحنا وتسعدنا وبتطمننا على اللي جاي، ونتمنى كمان نشوف
ما هو ابعد من كده بكتير. احنا بقالنا فتره البلد في حاله ايه، نقدر نقول في طفره رياضيه انجاز التعبير، وفي اراده واضحه جدا ولا سيما حتى من قبل القياده السياسيه، تمام، ان احنا نهتم بابطالنا وان احنا نصنع ونمهد الطريق لابطال مستقبليين، لو في عقبات نذللها. يعني حتى من ضمن الكلام اللي اتقال، وحضراتكم اكيد تابعتم الحوار اللي دار ده بين سياده الرئيس وبين السيد وزير الشباب والرياضه، كان الكلام على المكشوف، ايه اللي ناقصكم؟ محتاجين مدد، محتاجين دعم، ايه اللي ناقصنا عشان ولادنا ما يروحوش برانا؟ فدي في حد ذاتها اعتقد ان هي وكانها بالتعبير المجازي يعني كان في طوبه اترمت في الميه الراكده فنتج عندها حركه، نتمنى ان الحركه بقى توصلنا لما هو ابعد من كده كمان في الانجازات ان شاء الله في الفتره اللي جايه. معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي معانا. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم وكل الساده المشاهدين، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. عايزين نطمن من حضرتك بقى، واحنا خلاص داخلين على الويك اند، فيعني ناس كتير هتبقى مأجزة، البعض من الناس ممكن يحتاج يعني يسافر ويروح ويجي، فحاله الطقس عموما هتكون عامله زي الايام اللي جايه ان شاء الله؟ احنا طبعا عندنا استقرار تام في الاحوال الجويه الحمد لله في معظم محافظات الجمهوريه، لكن معها ارتفاعات في قيم درجات الحراره، هي ارتفاعات طفيفه في قيم درجات الحراره في معظم المحافظات، يمكن بدأنا ده من بداية هذا الأسبوع ومتوقع إن هو يكمل معانا خلال فترة الويك إند وكمان بداية الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. يمكن ذروة الارتفاعات في قيم درجات الحرارة هتكون غدا الخميس، وتحديدا عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 33 درجة مئوية، فالطقس هيظل طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، وأيضا سواحلنا الشمالية، لأن معظم المحافظات فيها الارتفاعات الطفيفة في قيم درجات الحرارة. المناطق الجنوبية الموجودة في جنوب الصعيد طبعا ارتفاع درجات الحرارة عليها أعلى، فأجواءها بتكون أجواء شديدة في الحرارة خلال فترة النهار، وتحديدا ده بيكون في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، لكن بيكون ملموس أكثر ومحسوس في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، هتظل درجات الحرارة الصغرى منخفضة وتكون معاها الأجواء مائلة للبرودة في معظم المحافظات اللي موجودة في الجمهورية، وخاصة الأماكن المفتوحة، المدن الجديدة، الأماكن اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير. احنا طبعا بيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير خلال فترة النهار، فهو يساعد على ارتفاع درجات الحرارة، وكمان بيحمي قريبة من سطح الأرض، فهنلاقي فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هي الشبورة المائية طبعا. والشبورة المائية طبعا مكملة معانا خلال الأيام المقبلة على الأقل 72 ساعة اللي جاية، شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واللي ممكن توصل لحد الضباب، يعني الرؤية الأفقية تنخفض لأقل من 1000 متر على بعض الطرق، ويمكن أغلب المحافظات أو الطرق المؤدية من وإلى معظم محافظات الجمهورية هيكون عليها شبورة مائية كثيفة، ومع تكونها بيكون تقريبا الساعة 3-4 الفجر الشبورة المائية الكثيفة، وبتستمر معانا حتى الساعة 8 صباحا تقريبا مع سطوع الشبورة المائية في التلاشي بشكل تدريجي وتبدأ تختفي. فعشان كده احنا عندنا نصيحتين مهمين جدا، أهم حاجة المسافرين على الطرق فترة الصباح الباكر لازم تكون القيادة بهدوء تام، نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات، وطبعا نتبع كافة تعليمات المرور، وكمان ناخد بالنا من نوعية الملابس بشكل كبير لو احنا بنخرج فترة الصباح الباكر أو بنرجع فترات الليل المتأخر، فرق درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل ده ممكن يصيبنا بنزلات البرد، فعشان كده احنا بنقول يفضل استحمام جاكيت خفيف واحنا لو بنخرج في أوقات الصباح الباكر ساعات الليل متأخر، تجنبا طبعا لنزلات البرد. وطبعا احنا الفترة دي بتبقى فترة فيها بعض التقلبات الجوية، متوقعين يبقى في فرص للأمطار على مناطق من أقصى جنوب البلاد بجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، ممكن كمان تمتد لبعض المناطق من سيناء بشكل متفاوت، وممكن تكون رعديه احيانا، فعشان كده مهم جدا ان احنا نتابع النشره الجويه بشكل يومي طبعا. عشان نعرف اماكن سقوط المطر بشكل مفصل كل يوم. حضرتك كنت قلت لنا في لقاء سابق وحوار سابق ما بيننا ان النص الاول من فصل الخريف بيبقى اقرب في اجواءه لفصل الصيف، وده الى حد بعيد الحقيقه بيفسر درجات الحراره، احنا لسه في 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 في, في الثلاثينات لغايه دلوقتي، لكن انا مش بقى عايز اروح مع حضرتك للنص الثاني من الخريف، انا عايز اسالك على الشتاء القادم ده المتوقع فيه ان شاء الله ان يكون برضو في بعض الظواهر
المبالغ فيها جويا زي ما حصل الشتاء اللي فات والشتاء اللي قبليه نتيجه تغير المناخ طبعا؟ هو طبعا احنا فصل الشتاء هيبتدي رسميا بالفعل هيبقى 21 ديسمبر ان شاء الله، يستمر معانا قرابه الثلاث شهور. هيكون لسه مأثر علينا ظاهره النينيو اللي بتحمل على ارتفاع متوسط درجات الحراره العالميه اللي بينتج عنها مزيد من التصرف والتغيرات المناخيه. فاحنا فصل الخريف وفصل الشتاء يمكن كمان فصل الربيع والصيف الجايين لسه عندنا تصرف مناخي بشكل كبير في الفصول المختلفه. فنقدر نقول ان فصل الشتاء هيبقى طبعا جغرافيا او مناخيا هيبقى فيه طبعا زي ما احنا عارفين دايما يعني انخفاض في الحراره وسقوط الامطار، لكن هنشوف بعض حالات عدم استقرار في الاحوال الجويه هيكون فيها عنف ظواهر جويه، هيكون فيها تصرف مناخي بشكل كبير اذا كان في معدل الامطار او ممكن تساقط البرد بشكل كثيف. يعني هنشوف ظواهر جويه احنا معتادين عليها تصبح اكثر تصرفا واكثر عنفا، ممكن موجات التبريد تستمر فتره طويله زي اللي شفناها في فصل الصيف، لكن لسه الى الان التنبؤات يعني المؤكده لفصل الشتاء ممكن لما نقترب من فصل الشتاء اكثر يعني نبدا نقول التنبؤات الفصليه لفصل الشتاء، لكن اللي متوقع ان يكون في تصرف مناخي الاكيد في فصل الشتاء او يمكن كمان في فصل الخريف خلال هذا العام. ربنا يصلح الحال ان شاء الله. انا شاكر لحضرتك وجودك معانا، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. لسه اكيد عندنا كلام كتير هتكلم فيه مع كل حضراتكم، بس اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. عوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، بجدد التحيه والترحيب بكل حضراتكم، ويلا بينا على طول على فرع النادي الاهلي بالجزيره حيث تتواجد زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم، وهي يعني جاهزه عشان تعرفنا ايه اخر الاخبار واخر المستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه. يا هنا صباح الهنا. يا صباح الخير عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم اللي خلاص بقى تخطى عقبة سين بقى التنزاني عشان يواجه سان داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي الدوري الإفريقي. طبعا هتكون مباريات مش سهلة، أكيد سان داونز خصم عنيد وقوي مع النادي الأهلي، يمكن طبعا بينهم مباريات كبيرة جدا وشفنا فيها الحقيقه نتائج كبيره جدا بين الفريقين، لكن عندنا ثقه كبيره جدا في رجال النادي الاهلي ان شاء الله هيكونوا على قدر المسؤوليه كالعاده ويقدروا يتاهلوا للنهائي ويفوزوا بالبطوله. يعني طبعا البطوله دي بتقام لاول مره عشان كان النادي الاهلي عايز بشده طبعا يتوج بيها، عشان طبعا النادي الاهلي دايما بيلعب على الارقام والبطولات الجديده. مباراه الذهاب ان شاء الله هتكون يوم الاحد 29 اكتوبر، ومباراه الاياب هتكون الاربع، العوده يوم طبعا 1 نوفمبر. كل توفيق لرجال النادي الاهلي. خليني بقول لكم انه مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق قرر انه يعطي اللاعبين راحه سلبيه من التدريبات النهارده، ان شاء الله غدا هيستأنفوا التدريبات، هيكون تجمع الفريق الساعه 9 صباحا والمران هيكون الساعه 10 صباحا، وعقب انتهاء المران مباشره هيتجهوا لاستاد القاهره عشان بقى يغادروا لجنوب افريقيا ويدخلوا في معسكر مغلق عشان يستعدوا ويكونوا على اتم استعداد لمواجهه سان داونز الجنوب افريقي. كل توفيق طبعا لرجال كره القدم. الحقيقه ما ينفعش نكون بنتكلم على مباراه امبارح امام سيمبا التنزاني وما نذكرش ونشيد بجماهير النادي الاهلي. الحقيقه كانوا بيدعموا طبعا اشقائنا في فلسطين منذ الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره من المباراه، وكمان شفنا تبرعهم بالدم، والحقيقه دي اكيد اقل حاجه نقدر نقدمها لاخواتنا في فلسطين. طبعا بنتمنى بقى كل الايام دي تعدي على خير ان شاء الله، وربنا يلهمهم الصبر والقوه ويعدي الايام دي. ده على صعيد كرة القدم. خلونا بقى ننتقل للألعاب الأخرى. معانا النهاردة أخبار كتيرة متعلقة بكرة السلة وكرة الطايرة بالنادي الأهلي، وخلينا نبدأ برجال كرة السلة. والنهاردة بقى هيكون عندهم المباراة الأولى في دوري المرتبط، طبعا بعد فوزهم بسوبر المحلي المصري إن شاء الله بقى يكون عندهم طاقة كبيرة لحصد جميع البطولات في هذا الموسم. النهاردة المواجهة الأولى إن شاء الله هتكون أمام فريق الشمس، وخليني أذكر حضراتكم بمجموعة النادي الأهلي. النادي الأهلي بيقع في المجموعة بجانب كل من الشمس، سبورتنج ومصر للتأمين، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. واستكمالا الحديث عن كرة السلة، الاتحاد العربي لكرة السلة أمس كان أعلن أن البطولة العربية إن شاء الله هتقام في مصر في هذه النسخة. البطولة هتكون من يوم 26 ديسمبر حتى يوم 3 يناير، وحتى الآن المنتخبات اللي أكدت مشاركتها هيكون منتخب مصر، منتخب الجزائر، المغرب، ليبيا، موريتانيا، الإمارات والكويت. وطبعا يعني ممكن عدد هذه المنتخبات يزيد في الأيام القادمة. أتمنى كل التوفيق طبعا لمنتخبنا المصري.
نروح بقى كمان لسيدات كرة السلة واللي بيضربوا موعد مع الصيد في ربع نهائي بطولة دوري المرتبط، طبعا بيتلعب على ذهاب وإياب. مباراة الذهاب إن شاء الله هتكون يوم 28 أكتوبر، فريق المرتبط هيكون مباراته الساعة 6 والفريق الأول هيكون الساعة 8، ومباراة الإياب المرتبط هيكون الساعة 4 والفريق الأول هيكون الساعة 8. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. حتى الآن سيدات كرة السلة فازوا في جميع المباريات في هذا الموسم، ماشيين خطة ثابتة جدا، بيفوزوا الحقيقة كل الفرق بفرق سكور كمان، وظاهرين بمظهر جيد جدا، إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء. نروح بقى دلوقتي للعبة كرة الطايرة ورجال كرة الطايرة. رجال الماسترز بالنادي الأهلي بيستعدوا بقوة جدا لبداية الموسم الجديد. بداية الموسم طبعا هتكون يوم 18-11 وبداية بطولة الدوري. المباراة الأولى ليهم إن شاء الله هتكون أمام المقاولون العرب، هتكون الساعة 6 مساء هنا على صالة النادي الأهلي، بالتحديد صالة الأمير عبد الله الفيصل. طبعا هم مركزين بشكل قوي جدا، النادي الأهلي بيقع على رأس المجموعة الثانية بجانب كل من ترسانا باتروجي، المقاولون العرب، الشمس، ودلفي. طبعا خلوني أكلمكم أكتر، يعني النادي الأهلي هيكون بيلعب مباراتين في الأسبوع في بطولة الدوري، مباراة يوم السبت ومباراة يوم الثلاث. وخليني أنقل لحضراتكم بالترتيب الأهلي هيواجه مين في دور الأول. هيواجه طبعا زي ما قلت المقاولون، المباراة الثانية إن شاء الله هتكون أمام فريق باتروجيت، المباراة الثالثة هتكون أمام فريق ترسانة، المباراة الرابعة هتكون أمام الشمس، وبعد كده هيواجهوا فريق دلفي. عايز أقول لكم كمان إن شاء الله الفريق هيخوض سلسلة من المباريات الودية في المرحلة المقبلة عشان بقى طبعا يعني يضعوا تشكيل مناسب، وطبعا نطمن كمان جماهير النادي الأهلي على حالة رجال الماسترز. ويعني من المتوقع أنه يلعبوا مباراة ودية أمام فريق طلائع جيش، طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال الماسترز. أما عن سيدات كرة الطائرة فتيات الذهب، فأمس كان أعلن كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع الفرنسية أوريليا إيباتومبو اللي طبعا بتشغل مركز 2، تم التعاقد معاها لمدة موسم عشان بقى تدعم صفوف فتيات الذهب فتيات كرة الطايرة بالنادي الأهلي. إن شاء الله يكون موسم مميز في جميع الفرق المختلفة، طبعا زي يمكن ما قدرنا نعمل كده الموسم اللي فات، إن شاء الله الموسم ده كمان نحقق نتائج أكبر ويكون موسم استثنائي. أخيرا بقى نروح الحقيقة الفتاة الذهبية، الفتاة المعجزة هنا جودة، واللي بتتقدم في الترتيب العالمي عشان توصل للمركز 29 على العالم لسيدات تنس الطاولة. الحقيقة ان هي يعني فعلا لما ذكروا عليها الفتاة الذهبية ده طبعا عشان كل الارقام القياسية اللي بتحققها، يعني بنشوفها بتلعب الحقيقة سيدات من اعمار اكبر منها بكتير جدا وبتتألق عليهم وبتفوز، الكل بيتمنى لها طبعا والحقيقة بيتوقع ليها لمستقبل مشرق، فطبعا بنهنئها وبنتمنى لها مزيد من التألق ودايما تكون مشرفة النادي الاهلي وايضا طبعا مصر والرياضة المصرية والعربية والافريقية. يعني يا كريم دي كانت ابرز اخبارنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا معاك لو عندك أي استفسارات، والآن العودة ليك مرة أخرى في الاستوديو. لا والله طبعا مبدئيا كده يعني كل الشكر ليكي على هذه التغطية الوافية كالمعتاد، وعايز كمان أهنيكي على ثباتك الانفعالي وحسن تعاملك مع الدبانة اللي كانت وهبالك وقتها ومجهودها طول الوقت اللي كنت بتتكلمي فيه. بشكرك على وجودك معانا يا هنا، شكرا جزيلا، نورتينا كالعادة. طيب خلونا بقى نتعرف من خلال الفيديو جراف اللي جاي ده على أكتر 5 أندية فوزا بالدرع الخيرية الإنجليزية، هنتابع معاكم ونرجع نكمل.
صباح الخير على جماهير وأعضاء النادي الأهلي الكرام. النهاردة من فرع النادي الأهلي الجزيرة معانا تمارين للشولدر أو الكتف. التمارين دي ممكن نعملها في البيت عادي باستخدام الرابر باند أو الدمبلز. أول حاجة قبل التمرين لازم نعمل إحماء. نبتدي كده نلف الذراع، 1 2 3 4 5، وبعدين للخلف، 1 2 3 4 5. نكرر ده في الذراع التاني، 1 2 3 4 5، بعدين للخلف، 1 2 3 4 5. احافظ ان انا اكون فارد الذراع على قد ما اقدر. بعدين ابتدي كده، 1 2 3 4 5. بعدين باستعمال الرابر باند امسكه كده، سيب مسافة بسيطة، 1 2 3 4 5. ممكن اعمل المجموعة دي كلها 3 تكرارات لحد ما احس ان الشولدر بتاعي جاهز ان انا ابدأ تمرين. بعدين اول تمرين معنا هو اللاترال ريسز او الرفرفة الجانبي. بحافظ على رجلي كده مفتوحة وحاطط الرابر باند تحت رجلي. بعد كده ببتدي، 1 2، بحافظ ان دراعي يكون متني سنة، كوعي متني سنة صغيرة، 3 4 5. بعد ما خلصت 5 عدات هطلع احاول اثبت فوق 5 عدات، 1 2 3 4 5. انزل تاني، 1 2 3 4 5. هكرر الثبات برضو 5 مرات، يبقى كده 10 مرات اجمالي، 5 حركات و5 ثباتات، كل ثبات لمدة 5 ثواني. وانزل بطلع تاني قدام فرونت ريسز، ودي للفرونت دلتويد او الانتيريور دلتويد اللي هو الكتف الامامي، 1 2 3 4 5. اكرر ده بثبات، 1 2 3 4 5. 5 تكرارات برضو، 5 تكرارات حركة و5 تكرارات ثبات. بعدين نفس الرابر باند هقف فيه كده، هوسع رجلي شوية، هنزل لتحت، هطلع هعمل روتيشن للدراعي اهو، بنزل بعدين بلف دراعي لورا بزاوية 45 درجة عشان افعل عضلات الكتف الخلفي او البوستيريور دلتويد، 2 3 4 5. ممكن اثبت فوق كمان 5 مرات، 1 2 3 4 5. نفس الكلام برضو في الدمبلز، لاترال ريسز، فرونت ريسز، ممكن استعمل ايد وايد، الترنيتد فرونت ريسز، او استعمل الاثنين مع بعض. برضو رير دلت، 2 3 4 5. فلو عندي دمبلز او رابر باند او حتى ازازة مية لازم اتمرن في البيت. صباح الفل من نادي الاهلي الجزيره، كان معاكم الكابتن حسن حازم. ده مره ثانيه دي حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم من جديد. عندنا بقى كلام كتير هنتكلم فيه في الفقره دي عن الالعاب الرياضيه الاخرى سواء كانت فرديه او جماعيه في النادي الاهلي، وكمان تفاصيل كل البطولات اللي احنا بصدد المشاركه فيها ان شاء الله الفتره اللي جايه. كل الملفات دي هنفتحها مع ضيفي اللي منورني الناقد الرياضي احمد رشاد. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. صباح الخير عليك وصباح الخير على كل جماهير النادي الاهلي المحترمه اللي بتشرف طبعا بوجودي هنا على قناه النادي الاهلي. منور القناه ومنور البرنامج، وعندنا كلام كتير هنتكلم فيه، وتعالى نستهله بالتفصيله اللي كنا بندردش فيها انا وانت قبل يعني ما نرجع من الفصل ده. فكره ان الموسم اللي فات كان موسم استثنائي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. اكيد 23 بطوله في كل الالعاب فرديه وجماعيه،
شفنا طبعا انجاز يعني عظيم جدا. تعال نتكلم انطلاقا من النقطه دي، بعد كده نفصص بقى اللي جاي ايه. شايف ان الموسم الحالي ممكن ما يقلش في النادي الاهلي في الانجازات عن اللي فات؟ اكيد طبعا، بس عايز ابدا طبعا كلامي ان انا ابارك للنادي الاهلي تاهله لنصف نهائي الدوري الافريقي طبعا. وبشكر طبعا الجماهير اللي كانت موجوده امبارح، يعني مشهد رائع بصراحه من جماهير النادي الاهلي كالعادة. وده اللي متعود عليه دايما جماهير النادي الاهلي. خلينا نروح بقى للالعاب الجماعيه، وزي ما بقول لك كريم واتكلمت قبل كده مع حضرتك هنا ان النادي الاهلي عنده موسم صعب. موسم صعب ليه؟ علشان انت السنه اللي فاتت او الموسم الماضي حققت فيه يعتبر كل البطولات، يمكن كم بطوله اللي انت خسرتهم وكنت زعلان عليهم، لكن انت عندك موسم ان شاء الله باذن الله. لكن في حاجه في الالعاب الجماعيه هذا الموسم، ويمكن احنا شفنا مع بدايه المنافسات اللي بدات بالفعل ان الفرق كلها دعمت كل صفوفها. يعني في دلوقتي منافسات صعبه، مواجهات قويه، كل الفرق طبعا دعمت عشان تحصل على البطولات في الموسم ده. لكن ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر ان هو يعمل موسم استثنائي. مطلوب طبعا التركيز في الفتره اللي جايه، لان احنا عندنا مباريات قويه، عندنا دوريات قويه، عندنا طبعا كره اليد هيشاركوا في كاس العالم للانديه. فالموسم اللي جاي موسم هيكون صعب، او الموسم الحالي اللي احنا خلاص بدأناه تقيل قوي على اللعيبه. يعني انا بتخيل نفسي فكره ان انت تحقق انجازات بالكم وبالكيف ده في حد ذاته بيشكل ضغط فظيع. لما تحققها بقى الضغط بيتضاعف، لان انت لازم تحافظ عليها، ده ما كانش مطلوب منك ان انت تزودها اصلا. فكل دي ضغوطات على الاجهزه الفنيه وعلى اللعيبه ولا ايه؟ اكيد. هو بص، عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ كريم، ان ده قدر النادي الاهلي وقدر اللعيبه اللي موجوده بتلعب داخل النادي الاهلي، ان النادي الاهلي ما بيبصش دايما غير على المركز الاول، ما بيبصش دايما غير على البطوله. فهو قدر النادي الاهلي ده بيبقى حمل كبير جدا على اللعيبه، لكن اللعيبه في النادي الاهلي عارفين مسؤوليه وقيمه شيرت النادي الاهلي. فان شاء الله الفرق بدأت بكل قوة، وبدأ الموسم بكل قوة. يمكن احنا الموسم ده هو بدأناه الحمد لله ببطولتين، النادي الأهلي بيحقق بطولة أفريقيا لكرة اليد رجال، والنادي الأهلي بيحقق بطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد مباراة طبعا كبيرة. طبعا قدر النادي الأهلي ان هو يحقق ويتوج فيها بأول بطولة لكرة طبعا السلة رجال، اللي ان شاء الله بنتمنى لهم موسم استثنائي. وأكيد لسه في كلام كتير جدا، ولسه في حاجات كتيره جدا عند فريق كره السله رجال تحت قياده طبعا الاسباني اجوستي اللي ناجح مع النادي الاهلي. لكن ان شاء الله مطلوب الفتره اللي جايه ان احنا نحقق كل البطولات، لان هو ده قدر النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيلعبش غير على البطولات. الجماهير ما بتقبلش غير بالبطولات. يمكن احنا الموسم اللي فات خسرنا كام بطوله، بس حققنا موسم تاريخي وموسم استثنائي. فجماهير النادي الاهلي محتاجه البطولات اللي هي خسرتها الموسم اللي فات ترجع السنه دي للنادي. يا راجل ده الناس اللي السنه اللي فاتت، انا فاكر كويس جدا، ده كان مود عام عند كتير من الاهلاويه. الناس زعلت على البطولتين اليوتما اللي خسرناهم اكتر ما فرحت بال 23 بطوله الكبيره اللي احنا حققناها. ما هو ده يا استاذ كريم، نادي هو ده النادي الاهلي. زي ما انا قلت لك ان هو ده النادي الاهلي. لما بيخسر بطوله هو مش بيفرح بالبطوله اللي هو كسبها، هو بيزعل على البطوله اللي هو خسرها. فاحنا النادي الاهلي لما بيتوج باي بطوله بيفرح يعني لحد ساعات، وبعد كده بيقفل الصفحه ويبدا يركز في البطوله اللي بعدها. كل اللعيبه بيعملوا كده يا احمد. يعني انا عارف ان انت يعني قريب قوي من كل الرياضيين في النادي الاهلي في كل الرياضات، يعني وبشكل يومي بتتقابلوا بتقعدوا مع بعض وكذا. فانت أكيد. من اكتر الناس اللي ممكن تبقى لمسه القواسم المشتركه بين لعيبه النادي الاهلي في الرياضات المختلفه، سواء رياضات جماعيه او فرديه. الكل عنده نفس القدر من الشغف، الكل عنده نفس القدر من النهم انه عايز يحقق المزيد والمزيد من الانجازات. طب عايز اقول لك على حاجه يا استاذ كريم، ومعلومه مهمه جدا، يمكن احنا مثلا ايه امثلها لك بكره الطايره. كره الطايره احنا طبعا عارفين ان هي اشواط. طبعا اللعيبه لما بتكسب 3-1 مثلا وهم كسبوا، ايوه هم بيزعلوا على الشوط، بيزعلوا على الشوط اللي خسروه. يعني هم مش فرحانين بالفوز، يعني هو خلاص هو خلصت المباراه بفوز النادي الاهلي 3-1، هو زعلان على الشوط. فهو هي دي لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي لما الواحد بيتكلم معاهم دايما ويبقوا مثلا خسرانين او شوط، او طبعا كسبان مثلا بس كسبان بفرق هدفين 3-4، هو بيبقى زعلان برغم من ان هو فايز، برغم ان في مثلا انديه تانية ممكن لو هو مجرد لو كسب خلاص بيعمل احتفالات وفرح بلدي بتنظر. انما النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عارفين قدر
وحجم وجودهم في النادي الأهلي، وعارفين كم الضغط اللي عليهم، وعارفين ان الجماهير النادي الأهلي ما بتقبلش غير بالفوز وغير بالبطولات. فهو ده يعني اللي بيميز لعيبة النادي الأهلي عن اي لعيبة تانية في اي أندية اخرى. في الفترة الأخيرة وبشكل لافت للنظر وبشكل يكاد يكون مكثف جدا، اسم كابتن خالد العوضي دايما بيتردد مقترنا بالإشادة، وفكرة انه وجوده في المنصب اللي هو موجود فيه كان ليه انعكاسات كتيرة طيبة على كل الرياضات في النادي الأهلي. أكيد طبعا. يعني أنا عايز بس قبل ما أتكلم عن الكابتن خالد العوضي عايز أتكلم على مجلس إدارة النادي الأهلي. طبعا. مجلس إدارة النادي الأهلي اللي وفر للألعاب الجماعية، يعني إحنا مش بنتكلم عن الألعاب الجماعية بس، هو موفر لكل الأنشطة ولكل يعني النادي الأهلي كل حاجة بيحتاجها، يعني مش في كرة القدم بس، لا موفر للنادي الأهلي في الألعاب الجماعية. طبعا. موفر الدعم الكبير، يعني كل متطلبات وكل احتياجات الأجهزة الفنية بيتم توفيرها على أقصى سرعة. يعني كل حاجة محتاجة النادي الأهلي والمراكز اللي بيبقى عايز الأجهزة الفنية يتم التدعيم فيها بيتم توفيرها بسرعة وبأحسن وده العناصر كمان. وده أنا اللي بشوفه أن ده تخطيط ناجح لمجلس إدارة النادي الأهلي طبعا. في دعم طبعا الألعاب الجماعية. طبعا لو هروح بقى ندعم مجلس إدارة النادي الأهلي ممثل طبعا في الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، اللي الكابتن خالد العوضي بصراحة يعني ما بي يعني نحلة زي ما بقول، يعني طبعا مع حفظ الألقاب موجود دايما مع اللعيبة، موجود دايما مع الأجهزة الفنية، اجتماعات متواصلة بصراحة. وكمان مش ده بس، يعني مش الاجتماعات وان هو بيبقى موجود مع اللعيبة وبيدعمهم، لا موجود في المدرجات بيشجع زي واحد من جماهير النادي الأهلي. فبصراحة عامل شغل محترم جدا، قعد واجتمع مع الأجهزة الفنية ووفر. هي الفكرة هنا يا كريم في الاختيارات، ان انت النادي الأهلي مش بيدور على ان هو يجيب كم لعيبة طبعا وخلاص، النادي الأهلي بيدور على المركز اللي هو ناقص عنده وبيتم التدعيم فيه. فالاختيار من البداية، من بداية الموسم طبعا بعد اجتماعات كبيرة جدا مع الأجهزة الفنية لكل الألعاب، تم اختيار طبعا عناصر جيدة وعناصر ان شاء الله تكون إضافة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية. يعني شفنا منهم طبعا مجموعة في الدوريات اللي بدأت، ولسه هنشوف اللي جاي بإذن الله، واللي جاي إن شاء الله في النادي الأهلي هيكون أحسن طبعا بعد تدعيم النادي الأهلي بكل الصفقات دي. إحنا عندنا في الألعاب المختلفة في النادي الأهلي في رياضات منها المدراء الفنيين أو المدربين اللي فيهم مدربين مصريين وطنيين، وفي رياضات تانية عندنا مدربين أجانب. هل ملاحظ أي فرق يذكر ما بين الفرقة أو الرياضة اللي بيدرب فيها مدير فني أو مدرب أجنبي بالمقارنة بالمصري؟ أكيد لا. يعني في النادي الأهلي أنا لو هتكلم على الأجهزة الفنية أو المديرين الفنيين للألعاب الجماعية سواء الأجانب أو المصريين، ده كل مدير فني بيقدم المطلوب منه وبيقدم على أعلى مستوى بصراحة. ودي من وجهة نظري إن أنا شايف المدرب المصري اللي موجود في النادي الأهلي ناجح زيه زي المدير الاجنبي. المدير الاجنبي بيحقق بطولات بدليل ان الاثنين حققوا انجازات كثيره. يعني الاثنين اسبان اللي هم اجوستي وديفيد ديفيز، وطبعا مونزو المدير الفني الجديد للكره الطائره رجال اللي لسه طبعا احنا ما شفناهوش لسه مع الفريق. هو عمل طبعا اجتماعات مع الفرقه وكان في فريق وكان في طبعا اعداد للفريق استعدادا طبعا لخوض المنافسات في الفتره اللي جايه. فانا من وجهه نظري شايف ان المدرب المصري في النادي الاهلي ناجح زيه زي المدرب الاجنبي. فاكر اليوم الحلو ده؟ طبعا ده يوم ما نقدرش طبعا ننساه. وجود طبعا دايما كان يوم جميل حقيقي طبعاً. يعني فعلا فخر لكل الاهلاويه. احنا دايما يا كريم لما بنشوف النادي الاهلي بيتوج ببطوله بنكون سعداء وبنكون فرحانين طبعاً. بس خليني برضه اقول لك ان احنا مجرد ما بنفرح بندور على البطوله اللي بعدها. يقول لك ايه؟ اقلب الصفحه. خلاص بنقفل وبندور على البطوله اللي بعدها. ايوه دي ما دي حاجه بتفرهد الجمهور يعني. طب ادونا يومين نفرح فيهم وبعد كده نبقى نقلب الصفحه. ده حتى يعني احنا لو رحنا لحته الكوره، كولر قبل كده اتكلم وقال ان انا بحتفل مع جمهور النادي الاهلي بالبطوله وبيطالبني بالبطوله اللي بعدها. يعني ما ادانيش فرصه حتى ان انا اقعد شويه. صحيح. لا بيطالبوا بالبطوله، وهو ده النادي الاهلي. النادي الأهلي مختلف عن أي نادي آخر. تعال بقى نقف عند لعبة ورياضة رياضة في النادي الأهلي. أكيد رجال وسيدات وتعالى تخلي بدايتنا فريق كرة اليد. كرة اليد رجال يعني وسيدات.
كره اليد رجال وسيدات بداوا الموسم طبعا بشكل مميز، بداوا الموسم بشكل ناجح. النادي الاهلي لكره اليد رجال حقق بطوله افريقيا في بطوله طبعا مهمه، وبطوله النادي الاهلي دايما بيعشقها. فالنادي الاهلي بدا طبعا اليد رجال واليد سيدات كانوا بيشاركوا في البطوله الافريقيه، لكن طبعا اليد سيدات اللي قدموا طبعا مباريات مميزه، لكن حققوا طبعا مركز رابع في البطوله، لكن ان شاء الله اللي جاي احسن. الفريق اليد سيدات مدعم كويس جدا، عندنا لعيبه وعناصر مميزه جدا ان شاء الله، وطبعا ماشيين في الدوري بشكل كويس جدا ومحققين كل البطولات حتى الان. كمان اليد رجال بيحقق بطوله افريقيا، وطبعا بنبارك له وبنقول له الف طبعا مليون مبروك. وانا اليد رجال ده اللي انا كنت بتكلم عنه وبراهن عليه دايما، يعني يمكن فريق اليد رجال ده الفتره الاخيره او الموسم قبل الماضي، يعني كان ناس كتير جدا بتزعل من، او جماهير النادي الاهلي بتزعل من فريق اليد رجال، لان كان في تذبذب في الاداء في كان في تذبذب. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ كريم، الشغل اللي كان بيتعمل لفريق اليد رجال هو ده اللي كان بيفرح الواحد، وده اللي نتج عنه الانجازات، وده اللي نتج عنه الانجازات اللي بعد كده والبطولات. طب، وان انت بتحقق كل البطولات، ان انت كنت عايز تعمل فريق يستحوذ كل البطولات في الفتره اللي جايه، انت عندك عناصر خبره، دعمت بعناصر شباب، صعدت من قطاع الناشئين، فعملت فريق. انت بنيت كنت يعني بنيت كنت فريق تبني فريق مستقبلي، فريق كبير جدا. طب، فريق ان شاء الله باذن الله بدا بطوله طبعا افريقيا وتوج بالبطوله ان شاء الله باذن الله. انا شايف من وجهه نظري ان الفريق ده هيكون قادر على تحقيق كل الالقاب في السنين اللي جايه باذن الله. عايز اعرف برضو رؤيتك للنوعيه للكيفيه تمام بتاعه التدعيمات اللي حصلت في فريق اليد سواء رجال او سيدات، الكواليتي بتاع التدعيمات اللي حصلت مؤخرا. زي ما قلت حضرتك ان طبعا الاجهزه الفنيه اجتمعت مع الكابتن خالد العوضي من بدايه الموسم، وكان شغل واضح وشغل كبير وشغل مميز وشغل ناجح لاداره النشاط الرياضي بقياده طبعا كابتن خالد العوضي. تم طبعا الاجتماع مع كابتن خالد العوضي ومناقشه طبعا كل التدعيمات وكل المراكز اللي النادي الاهلي محتاجها. كل مدير فني في الالعاب الجماعيه قعد مع كابتن خالد العوضي وشاف ايه اللي الفريق محتاجه في الفتره اللي جايه، سواء طبعا من لعيبه او من حراسه مرمى، وتم التدعيم بالفعل. وانا شايف ان التدعيمات كلها اللي تم تدعيمها في النادي الاهلي تدعيمات قويه هتنجح مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، وان شاء الله نحصد كل البطولات في السنه دي باذن الله، ويبقى موسم استثنائي وموسم تاريخي للالعاب الجماعيه. جميل، ده فيما يتعلق بكره اليد. خش بينا بقى على كره السله. كره السله دي بقى احنا لسه بنتكلمين على انجاز افريقي كبير مهم. طبعا طبعا آخر، كره السله يعني كره السله سيدات، هبتدي بالسيدات وبعدين اختم ماشي بالرجال طبعا عشان تتويجهم ببطوله السوبر المصري. كره طبعا السله سيدات ماشيين بشكل كويس جدا. عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان الكابتن طارق خيري المدير الفني لفريق كره السله سيدات عامل فريق مميز جدا. تم طبعا تدعيم الفريق بعدد من اللاعبات المميزات، صراحه عاملين شغل مميز جدا. بداوا مباريات في بطوله المنطقه، حققوا الفوز في كل المباريات، حتى في دوري المرتبط النادي الاهلي حقق الفوز في كل الادوار، وهيلعب ان شاء الله باذن الله دور الثمانيه مع نادي الصيد. فبصراحه السله سيدات ماشيين بشكل كويس جدا. يعني كمان الحاجه اللي لاحظتها في فريق كره السله سيدات، ان الكابتن طارق خيري يمكن عامل فريقين، فريق من العناصر، يعني بين قوسين كده على غرار فريق الكوره، عامل فريقين، فريق من العناصر اللي عندهم طبعا خبره واللعيبه الكبار اللي مع الفريق، وكمان من قطاع الناشئات، دم جديد بقى بيصعد لاعبات. فلما شفنا يعني يمكن في مباراه من مباريات النادي الاهلي، لما شفنا اكتر من لاعبه من الناشئات في المباراه بيقدموا زي اللعيبه اللي موجودين في الفريق الاول من فتره كبيره. فعاملين شغل بصراحه، او كابتن طارق خيري عامل شغل مميز في كره السله سيدات. بالنسبه لكره السله رجال، وده اللي احنا طبعا دايما بيفرحونا، يمكن عدم التوفيق في البطوله العربيه، لكن الحمد لله رحنا عوضوها بعد كده. اجوستي طبعا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان اجوستي والمدرسه الاسبانيه ناجح بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي حتى الان، لكن طبعا احنا كنا نامل ان احنا ناخد البطوله العربيه او نتوج بالبطوله العربيه، لكن عدم التوفيق. لكن بعدها طبعا النادي الاهلي لعب مع
نادي الزمالك اللي دعم فرقته بلعيبه قويه، لكن قدر النادي الاهلي ان هو يتوج بالسوبر المصري. وان شاء الله منتظرين من فريق كره السله رجال ان هم ان شاء الله يبتدوا طبعا دوري المرتبط النهارده، ان شاء الله باذن الله يحققوا كل البطولات في الفتره اللي جايه. في كره السله بصفه خاصه يا ابو حميد، في ناس ممكن لما تسمع ان النادي الاهلي بصدد التعاقد مع مدير فني جديد او جلب خبير اجنبي في رياضه كره السله، على طول الطموح بيروح لامريكا تحديدا، انت عارف دول اسياد اللعبه دي. وده ما بيحصلش كتير. صحيح. ليه رحنا للمدرسه الاسبانيه تحديدا مثلا؟ عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا لما اتكلمت في بدايه كلامي قلت ان التخطيط الواضح والتخطيط الناجح لاداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ممثله طبعا في النشاط الرياضي، فالنادي الاهلي هو بيدور على احتياجاته، بيدور على المدرسه اللي هتنجح مع النادي الاهلي. فلما رحنا للمدرسه الاسبانيه فهي نجحت مع النادي الاهلي. انت جبت مدير فني اسباني في كره اليد نجح مع النادي الاهلي، جبت مدير فني نجح لشخصه ولطبيعه شخصه، ولا نجح لانه بيمثل مدرسه ناجحه معانا في النادي الاهلي؟ مدرسه ناجحه وهو مدير فني على اعلى مستوى، قدر ان هو يعمل شغل مختلف مع لعيبه النادي الاهلي. تمام. او يطلع اللي عند لعيبه النادي الاهلي. أوكي. فقدر ينجح في مع النادي الاهلي، ده بالنسبه لكره اليد. وناجح حتى الان وماشي بشكل كويس جدا في الدوري، محقق كل الفوز في كل المباريات حتى الان. بجانب برضو كره السله فاجوستي ناجح، حتى لو حصل اي حاجه الفتره اللي فاتت سواء في البطوله العربيه او في مباراه طبعا السوبر المصري، لكن هو ناجح مع النادي الاهلي حتى الان. أوكي. عنده شخصيه وقدر ان هو يطور كتير جدا من لعيبه النادي الاهلي. بالنسبه طبعا لكره الطايره، وده احنا اللي لسه ما شفناهوش، منذ برضه مدرسه اسبانيه ان شاء الله باذن الله ينجح مع النادي الاهلي. راجل بيتكلم ان هو قعد واتكلم وخطط في الفتره اللي فاتت، ويمكن كان ليه تصريحات ان هو خلاص هيبدا الموسم، ان هو قعد مع اللعيبه وفي شغل ان شاء الله باذن الله هنشوفه الفتره اللي جايه، ان هو كمان عايز يعمل مستقبل مع النادي الاهلي وعايز يعمل بطولات مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. طيب الرياضات الفرديه بقى ما تيجي نقف عندها شويه هيك. طبعا لا احنا عندنا ده لازم برضو حقهم طبعًا علينا يعني. لا الرياضات الفرديه يعني احنا عندنا لعيبه بصراحه، لعيبه كبيره، لعيبه ابطال عالم، لعيبه بتمثل المنتخبات، ويمكن النادي الاهلي دايما بيدعم منتخبات الوطنيه كلها طبعًا. بكل لعيبه النادي الاهلي. الالعاب بصراحه دي بقى لو احنا قعدنا نعد مش هنعرف نعد يعني، وده في كل الرياضات ومن قديم الازل. لو كمان قعدنا نعد البطولات بتاعت الالعاب الفرديه نقعد نعد كتير جدا، لان النادي الاهلي مستحوذ على كل البطولات الفرديه، عندنا نجوم بصراحه مميزين في كل الالعاب، يعني عندنا في الكاراتيه، عندنا في التنس، عندنا في السباحه، يعني في الجمباز، في كل الالعاب. ده لان نوعيه لعيبه النادي الاهلي مختلفه، ولا لان كيفيه اداره الامور في النادي الاهلي مختلفه؟ الاختيار في النادي الاهلي هو ده الاساس. فالنادي الاهلي هو مش بيدور ان هو يجيب نجم او يجيب لاعب ان هو يقعده خلاص، هو بيجيب لاعب عارف ان هو هينجح مع النادي الاهلي. كمان القاعده اللي موجوده في النادي الاهلي وهي قاعده الناشئين والناشئات اللي بيطلع منها، هنقف عندها كده كده كمان شويه في كل اكيد طبعا. اللي بيطلع منها بصراحه لعيبه مميزه، يعني احنا بنشوف لعيبه كبيره جدا بتحقق كل البطولات وابطال عالم، هم طالعين من ناشئين النادي الاهلي، وده الشغل الواضح والشغل الناجح للنادي الاهلي من البدايه بصراحه. هي الى اي درجه التفصيله دي بتفرق يا احمد؟ يعني فكره ان انت عندك عارف ابن من ابناء النادي، لاعب متربي بالمعنى الحرفي للكلمه بدون مبالغه في النادي الاهلي، بتشوف منه اداء وولاء، هل بيختلفوا عن الاداء والولاء بتوع اي لاعب تاني انت تعاقدت معاه؟ لا مفيش اي اختلاف، هو اللاعب سواء اللي طالع من البدايه اللي هو متربي في النادي اللي هو يعني. متربي في النادي الاهلي، لحتى اللاعب اللي بيجي ينضم للنادي الاهلي، هو اللاعب اللي بينضم للنادي الاهلي ده بيبقى لسه جاي امبارح وبتحس ان هو يعني بيعشق وبيحب النادي الاهلي وعايز يلعب وعايز يظهر وعايز يشوف جمهور النادي الاهلي. فالناشئين والناشئات اللي بيطلعوا من النادي الاهلي دول هم من صغرهم بيحبوا النادي الاهلي، من صغرهم عايزين يلعبوا في النادي الاهلي، من صغرهم عايزين يعملوا حاجه، ويمكن هو ده اللي بينجحهم ان هم عارفين قد ايه ان هم موجودين في نادي كبير زي النادي الاهلي. فبصراحه انا بشوف قطاع الناشئين والناشئات في النادي الاهلي في كل الالعاب
قطاع ناجح بشكل كبير جدا، وبنشوف لعيبة لما بيتم تصعيدها للفريق الأول بتقدم مباريات كبيرة جدا أكنها موجودة في الفريق الأول من زمان. هايل. طيب هل شايف أن في رياضة ما من الرياضات أو لعبة ما من الألعاب الرياضية الموجودة في النادي الأهلي حجم الإنجاز اللي فيها مش ماشي قوي مع حجم الإنجازات اللي بقية الرياضات بتحققها؟ لا مفيش. النادي الأهلي. الله صل على النبي. الله صل على النبي. الحمد لله يعني كل الألعاب في النادي. طب قولنا رياضة واحدة حتى من باب نغزي العين بيها. ما أقدرش لأن النادي الأهلي فعلا يا سكريم فعلا النادي الأهلي محقق كل البطولات في كل الألعاب، فما فيش لعبة النادي الأهلي مش محقق فيها بطولة. النادي الأهلي مش عايز أقولك إن هو محقق بطولات بس في الألعاب، هو مستحوذ على كل البطولات. صحيح. فأنت قاعد أنت مالكش منافس. صحيح. في ساعات بنستضيف ناس بيمارسوا رياضات مختلفة وتبقى بالصدفة الرياضة دي مش موجودة مش بس في النادي الأهلي، مش موجودة عموما في كتير من الأندية، ودايما بيطالبوا إن النادي الأهلي تبقى فيه الرياضة دي ناهيك عن إن هم كمان ينضموا للنادي الأهلي بموجب إن هم بيمارسوا الرياضة دي بالتحديد. أكيد. هي فكرة إن استحداث رياضات معينة أو ألعاب معينة جوه النادي الأهلي بتم بناء على إيه؟ أكيد هي بتم طبعا على بيبقى فيه طبعا اجتماعات لمجلس إدارة النادي الأهلي ومناقشة، وفي عرض طبعا من النشاط الرياضي علشان يتم استحداث، وبيشوفوا طبعا هل اللعبة دي هتكون قد إيه موجودة في النادي الأهلي وقد إيه هي هتفيد وهيكون عندي لعيبة وهقدر طبعا أخد فيها بطولات ولا لأ. لكن خليني أقول لك إن الألعاب اللي موجودة في النادي الأهلي سواء طبعا لو احنا ما عند في لعبه او اتنين او تلاته مش عندنا، لا احنا الالعاب اللي عندنا ناجحه بشكل كبير جدا. طب. انت محقق كل البطولات في كل الالعاب اللي عندك، عندك لعيبه مميزه، النادي الاهلي بيمتلك طبعا عناصر ونجوم بنشوفهم دايما موجودين على منصات التتويج، فانا شايف ان الالعاب اللي موجوده في النادي الاهلي حتى الان ناجحه بشكل كبير جدا، وان شاء الله باذن الله اكيد لو النادي الاهلي شايف ان في لعبه معينه تقدر تفيد النادي الاهلي وتكون اضافه للنادي الاهلي اكيد هيفكر فيها ومش هيبخل على النادي الاهلي في اي شيء، لان مجلس اداره النادي الاهلي طب. موفر كل حاجه لكل الالعاب بصراحه في النادي الاهلي. طيب في كتير يعني مش في كتير ده تقريبا كل المنتخبات يعني في اي رياضه طبعا. من رياضات القوام الرئيسي والاساسي فيها لعيبه النادي الاهلي بطبيعه الحال، الى اي درجه الواقع ده او التفصيله دي ممكن تبقى بتاثر على الفرق بقى في النادي الاهلي، لان العناصر الاهم مشاركه مع المنتخبات في معسكرات في سفريات في بطولات الى اخره. المشاركه مع المنتخبات الوطنيه ما بتاثرش خالص على اللعيبه مع النادي الاهلي، لان هو لما بيروح يا سكريم بيروح ان هو بيشارك مع منتخبات تانية فبيبقى فيه احتكاك قوي، فده بيتعلم منه اكتر بيديله طبعا قوة ان هو لما يرجع ليه منافسات النادي الاهلي بيبقى عنده قوة لما لعب مع المنتخبات عنده القوة بنفس طبعا الاداء، فبنشوف طبعا ان المنتخبات الوطنية والاحتكاك القوي مع المنتخبات الوطنية بيكون اكيد مفيد للاعب وما بيأثرش طبعا على النادي الأهلي ولا أي منافسات داخل النادي الأهلي. جميل، أنت نورتنا كالعادة حبيبي يا سكريم، شكرك على وجودك معنا وحبيبي، شكرا جزيلا وإن شاء الله نشوفك على خير قريب يا رب. ربنا يخليك وبتمنى التوفيق للنادي الأهلي دايما ويفضل النادي الأهلي في الصدارة ويفضل النادي الأهلي رقم واحد بإذن الرحمن. تعادل بطعم الفوز، ده واحد من الأوصاف اللي اتقالت كتير بعد طبعا نهاية مباراة الأمس بين الأهلي وسيمبا التنزاني، لكن هنرجع ونقول ألف مبروك للنادي الأهلي التأهل لنصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي. طبعا عندنا كلام كتير جدا يتعلق به هذا اللقاء ماتش امبارح وباللي جاي إن شاء الله، وزي ما كنت بقول لكم في بداية حلقة النهاردة اللي جاي أكيد مش سهل بأي حال من الأحوال. عموما دي الموضوعات اللي هنتكلم فيها مع ضيفي اللي منورني النهاردة الأستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي. صباح الفل عليك يا أستاذ. صباح الفل يا أستاذ كريم، أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام الحمد لله بخير. حجم ودرجة رضاك عن ماتش امبارح بداية كلام كده نفتح بيه الكلام وندخل بعد كده مع حضرتك بالتفاصيل. لا يعني بالتأكيد مفيش رضا تقريبا يعني هو ايه حضرتك بتقول التعادل بطعم الفوز، هو تعادل بطعم التأهل ولكن ليس بطعم الفوز، لأن الأهلي ما حققش الفوز لا الذهاب ولا الإياب رغم أفضليته على فكرة في الذهاب والإياب. الأهلي عنده مشكلة كبيرة جدا 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 في إهدار مسلسل إهدار فرص بقى بشكل رهيب، يعني يمكن في بداية تولي كولر المسؤولية الموسم بداية الموسم الماضي كان العملية بدأت تقل شوية، كان موجود قبل كده موضوع
شويه العمليه بدات كمان. لكن مع ماتشين تحديدا دوري السوبر افريقي وكان قبلهم السوبر عفوا الدور الافريقي وقبلهم ماتش السوبر الافريقي اللي كانت ما بين الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري الماتشات دي تحديدا بينت كم الفرص المهدره عند النادي الاهلي. ناس كتير شافت ان الماتشين دول بالتحديد على ذكر بقى اتحاد العاصمه والماتش بتاع امبارح بالتحديد حتى مش الذهاب الاياب اقل يعني اقل تقييمات للاداره الفنيه في الماتشين ده بالظبط يعني لا هي مش اقل تقييمات هي اسوا مباراه يمكن تحت للاهلي تحت اداره كولر مباراه الامس. طب بصراحه ايه السبب في ده في رايك؟ انا شايف ان هو مش مدرب قد ما هو لعيبه اللعيبه نفسهم يعني مثلا انا عايز حد يقول لي ذنب كولر ايه في الفرصه مثلا اللي اهدرها وحد تاني ممكن يقول لك طب ما هو الراجل عامل شغل نار طول الفتره اللي فاتت ليه بنقول دلوقتي عليه كده يعني ما انا بقول لحضرتك هي لعيبه اكتر شويه يعني ايه المباراه الذهاب مثلا الشوط الاولاني اللي هو خلص 1-0 بهدف رضا سليم الماتش يخلص 3-0 الشوط الاولاني ده يخلص 3-0 4-0 ده مستريح بالظبط امبارح كم فرص مهدر غريب جدا من بيرشتاو ومن كهربا من كل اللعيبه الامانه عشان بس ما نلومش حد يعني والشحات وكل لكن وقفشه ملوش علاقه بمين كان كويس ومين كان وحش لكن كم الفرص المهدر غريب خلى الناس تتكلم بدات تتكلم تاني عن قصه المهاجم وموديست والكلام ده كله يمكن السنه اللي فاتت كان جمهور النادي الاهلي او حتى السوشيال ميديا او حتى الاعلام كان بطل يتكلم على حته المهاجم السوبر في النادي الاهلي لما تالق كان الثلاثي اللي كان سبب كبير في فوز النادي الاهلي بالبطوله السنه اللي فاتت اللي هو الشحات وكهربا وبيرسي تاو لما الثلاثه دول تالقوا في الهجوم نسوا الناس القصه دي. صحيح. السنه دي رجعت او مش السنه دي طبعا الماتشين الكلام رجع تاني كم الفرص رهيب جدا مش هينفع يمكن انا شايف ان المباراه دي رغم التاهل الصعب للنادي الاهلي انا شايف ان الماتش دي بمثابه انذار للنادي الاهلي اللي جاي ما فيهوش تهريج البطوله اصلا بادئه من ربع النهائي ما فيهوش تهريج وبعدين على فكره في ناس كتير شافت ان احنا كنا احسن في ماتش الذهاب اللي كان بره ارضنا بالزبط. عن ماتش الاياب اللي كان جوه ارضنا بالظبط ما هو ده بالمناسبه هيكون كمان اكتر في المباراه اللي جايه قدام سان داونز لان انت ماتش سان داونز ايه الفرق بين الذهاب والعوده انت الذهاب مسافر مره واحده لجوهانسبرج لكن العوده هيكون مسافر الى جوهانسبرج وبعدين من جنوب افريقيا ومن جنوب افريقيا القاره فده صعب عليك المهم اكتر بعكس فريق جنوب افريقيا الفريق سان داونز اللي اوريدي لعب امبارح على ارضه ومستنيك على ارضه مش مسافر فانت اللي مسافر فعندك ارهاق وانتوا الاثنين هتسافروا كمان فده في ارهاق فانا شايف النادي الاهلي يستغل الحته دي كويس جدا لان في سمه مميزه في كل مباريات دوري الافريقي ان الارض لا تلعب مع اصحابها يعني لو حسيت كل واضح كده شكلها باستثناء ماتش واحد طبعا مازيمبي والترجي وحتى برضو الارض لم تلعب مع اصحابها المباراه اصلا ما اقيمتش في الكونغو اقيمت في تنزانيا فانا شايف ان ايه ما فيش حد قدر يحقق الفوز على ارضه كلهم ولا حتى يعني ما فيش حد كسب يعني كلهم يا يخسر يا يتعادل يا يخسر يا يتعادل ده اقصى حاجه حتى طبعا زي ما قلنا مباراه مازيمبي ما كانتش اصلا في الكونغو اللي فاز فيها على الترجي اعتقد ان الاهلي لازم يستغل الفرصه دي ويخلص المباراه من مباراه الذهاب يعني اللي صعد الاهلي امبارح هو مباراه الذهاب التعادل اللي هو الايجابي في الذهاب هو ده اللي صعد الاهلي هو ده اللي سهل مهمه الوداد ولا ده اللي سهل مهمه شفنا امبارح سان داونز تاهل بسبب مباراه الذهاب انه كسب مباراه 2-0 لكن اتعادل على ارضه كان ممكن يخسر طبعا حتى لو خسر 1-0 كان برضه هيتاهل بسبب مباراه الذهاب فاعتقد النادي الاهلي عليه ان يعني يستغل الفرصه دي ويتاهل من مباراه الذهاب ان شاء الله في سان داونز لان يعني انت فرصتك الدوافع المفروض عندك اعلى شويه في وسط الكلام حضرتك قلت بالغلط انيمبا تمام فعايزين نقف كده عند الواقعه اللي حصلت وفكره ان الطياره اللي كانوا راكبينها ما خدتش اذن بالهبوط في المطار وفي المقابل الجانب المغربي اكد على ان الاذن كان موجود بالفعل بعد استيفاء كافه الاوراق يعني الامور المطلوبه فاستاذنك تعالى نعرف بقى الموضوع من المنبع ومن المصدر الرئيسي احنا معانا على التليفون ومن المغرب الاستاذه حنان الشفاع الصحفيه المغربيه بموقع ميديا 90 صباح الخير على حضرتك واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي صباح الخير أستاذ كريم صباح الخير لضيفك العزيز محمود لبلوم صباح الخير لكل الأشقاء في مصر العزيزة تحياتنا لحضرتك ولكل أهالينا وحبايبنا في المملكة المغربية وانت ست عارفين المحبة المتبادلة من قديم الأزل بين مصر والمغرب على الصعيدين الرسمي والشعبي بطبيعة الحال عايزين نعرف من حضرتك إيه تفاصيل الواقعة اللي حصلت لأن كان في تضارب في الأقوال إنجاز التعبير الواقعة ابتدأها فريق إنينبا النيجيري ببيان رسمي أكد على أنه لم يحصل على ترخيص رسمي من السلطات المغربية لهبوط طائرته لنزول طائرته في مطار محمد الخامس لمواجهة الوداد المغربي برسم إياب ربع نهائي دوري سوبر ليج الأفريقي.
رد الجامعة المغربية لكرة القدم أو الاتحاد المغربي لكرة القدم كان صريحا شافيا واضحا بأن فريق إينينبا لم يستخلف أو لم يستكمل جميع إجراءات الأوراق العادية الروتينية من أجل استقبال طائرته هنا بالمغرب. وكل في عرف دور المغرب الرياضي وكذلك مساهمته في تطوير إفريقيا وكذلك تقدم إفريقيا. لا يمكن بأي حال من الأحوال ألا يضمن المغرب نزول طائرة لأي فريق أو منتخب شقيق يحضر للمغرب لمنازلة أحد الأندية أو أحد أو المنتخب الوطني أحد المنتخبات الوطنية. كان هناك لبس فقط لكي تنزل طائرة إينينبا بمطار محمد الخامس تصل إلى التراب المغربي. لابد من استخراج جميع الإجراءات القانونية الأوراق القانونية. فريق إينينبا عللها بسوء الأحوال الجوية اللي عرفتها المملكة المغربية خلال اليومين المنصرمين، واللي بالفعل كان هناك اضطراب في الرحلات ولكن الرحلات الداخلية وليس الخارجية. مرحبا دائما بالأشقاء الأفارقة في بلدهم المغرب، ودائما المغرب يحاول على أنه يلعب ذلك الدور الريادي من أجل أن تكون إفريقيا قوية وتكون يد واحدة. طب انا برضو عايز ادخل استاذ محسن معانا في الحوار حتى فرصه يصبح على حضرتك، واضح ان في صداقه ومعرفه سابقه. يعني هل من المنطق ان في بطوله كبيره بالشكل ده يبقى في النوع ده من الثغرات، ان هم لم يستوفوا الاوراق المطلوبه؟ هل ده منطقي؟ الاول طبعا بحيي زميلتي حنان من المغرب، وعايز اقول ان دي افريقيا، يعني هي دي افريقيا، الكلام ده بنشوفه في اي حته في العالم، هي دي افريقيا. يعني للاسف ما خدتش ثانيه عشان تتصف معاك، ما هي ده افريقيا، يعني هي الاجابه افريقيا طبعا. يعني لان اللي بيحصل ما بيحصلش في اي حته تانية. وبعدين انا يعني رؤيتي للموضوع ان انيمبا عايز يطلع من، يعني مش عايز يسافر اساسا. ليه مش عايز يسافر؟ لان انيمبا من بين الفرق الثمانيه طبعا هو اتغلب على ارضه، الموضوع بالنسبه له تقريبا منتهي اكلينيكيا، يعني دي رقم واحد. رقم اثنين هو اصلا ما كانش مشارك في البطوله، هو شارك بدل حريه كوناكري الغيني، دي حاجه كمان. الحاجه الثالثه والمهمه ان الثمان فرق دول متاهلين الى دور المجموعات في دور ابطال افريقيا ما عدا انيمبا، ما خرجش بقى من دور ال 32، لا ده خرج من الدور التمهيدي، اتغرب من اهلي بنغازي، يعني هو اصلا مش موجود. طبعا هو كان فريق كبير، يعني كان فريق كبير. التصريحات اللي هم اطلقوها دي بس من باب الحفاظ يعني على ماء الوجه، يعني ماء الوجه، يعني عايز يقول له خلاص يصعد الوداد وانت ما تروحش، يعني هو عايز يطلع من الموضوع. يعني استاذه حنان، على فكره عايز بس استغل كمان فرصه ان حضرتك منورانا النهارده من خلال التليفون. عايز اقول لك ان المغرب بيتم ذكره باستمرار في الفترة الأخيرة، ولا سيما في برنامجنا ده مقترنة دايما كل مرة بيتم فيها ذكره بالإشادة، لأن أنتوا الحقيقة على صعيد منظومة كرة القدم عموما عاملين شغل أكتر من ممتاز، بنهنيكوا عليه وبنحييكوا عليه. كريم والله سنتكلم معك وأستحضر ذكريات مونديال قطر وكيف قناه الاهلي سندت المنتخب المغربي وسندت المغرب، وهذا غير غريب على قناه الاهلي وعلى الاعلام المصري وعلى مصر على مصر كلها. والاكيد كيف ما انا قلت لك في الاول، لا يمكن للمغرب ان ان ان, أن, أن يرفض استقبال طائره منتخب افريقي في طريقه لمواجهه الوداد او اي فريق مغربي او اي منتخب مغربي. المغرب دائما يده ممدوده الى كل الاشقاء الافارقه من اجل افريقيا قويه، من اجل افريقيا تتطور. لا نتكلم عن الدول العربيه، الاكيد ان الدول العربيه وصلت الى ما نطمح له، ولكن الى الدول الافريقيه الشقيقه الاخرى كما قال محللنا الكبير الاستاذ فؤاد، هو خير العارفين ان عفوا محسن، ان هذا كان تمثيل من فريق إينينبا. فريق إينينبا اللي ما عندوش يخسر، هو يعرف قوه فريق الوداد على ارضه، حتى ولو كان الوداد ينضم الى كوكبه الفرق اللي تهزت خارج الديار كان سيكون قويا بميدانه امام جمهوره، وكان اكيد سيبحث بكل جديه وبكل وينافس بشرف على بطاقه المرور الى نصف النهائي للتواجد جنب الاهلي المصري لتنهنئوا لضمادنا اول بطاقه عربيه في دور النصف. الوداد حقق اول انتصار وكذلك اول هدف للمغرب في المسابقه الافريقيه الجديده بواسطه العديد يحيى جبران. الا بغيتي نتكلموا على الوداد فكر جديد، رفقه المدرب الجديد عادل رمزي اللي تكون في الديار الهولنديه،
لجذب فلسفه وفكر جديد تساند على الاستحواذ، الكره الشامله، الدفاع الهجومي وكذلك الدفاع والهجوم بصوره جماعيه، فلسفه جديده يحاول على انه يطبقها في المغرب، والان اعطى السكام على الوداد خلال سلسله النتائج الجيده الايجابيه خلال المباريات الاخيره. طب. كذلك من ايجابيات هذه الفلسفه الجديده اللي حاول عادل الرمزي على أن يعطي بها هوية لفريق الوداد وكذلك لكرة القدم المغربية في أفق تطبيقها لبلا إفريقيا، أول المتجاوزين مع فلسفة الشاب المدرب الشاب عادل رمزي هما الظهيرين الأيمن أيوب العبود الذي تمت المنادات عليه للمنتخب الوطني من طرف وليد الركراكي الذي كان مدربا للوداد، وكذلك الظهير الأيسر المونديال يحيى عطية الله الذي أبلى البلاء الحسن بمونديال قطر. كيف ما قلت لك زميلي كريم أن الوداد شرس على أرضه وكذلك بأسلحة المدرب الجديد عادل رمزي لتستبدأ لجميع الحظوظ تكون في صالحه وكذلك التوفيق والتألق من أجل أن ينضاف بروفيل جديد لكرة القدم المغربية وكاريزما جديدة لمدرب جديد سيقول كلمته مستقبلا على غرار السلامي عموسة والآن عادل رمزي، ويحسب للوداد أنه دائما يعطي الثقة للإطار المغربي من أجل التألق من أجل حصد النجاح. يعني الحقيقه يعني اختصارا للوقت، انتوا فعلا في الفتره الاخيره بصفه خاصه عاملين شغل اكتر من ممتاز، بنهنيكم عليه وبنحييكم عليه كمان مره، اصبحتم يعني فعلا مضرب للامثال وبنستشهد كتير بنجاح منظومه كره القدم المغربيه، ولا سيما في الفتره الاخيره. بنشكرك كل الشكر لوجودك معانا النهارده استاذه حنان الشفاعه الصحفيه المغربيه بموقع ميديا 90. حتى في البطولات الكبيره اللي زي كده بيبقى في مساحه برضو ان حد يفرقع تصريحات بس عشان يعمل تمويه وحاجات كده. لا ما هو انا زي ما قلت لحضرتك، هو انا قريت الموضوع، الكلام ده ما بيحصلش. وبعدين مش المغرب يعني قول مثلا اي دوله ثانيه مش عايز اسمي في افريقيا طبعا السمراء، لكن المغرب، لا المغرب هينظم كاس عالم، المغرب هينظم كاس الامم الافريقيه، المغرب هينظم كاس العالم للانديه اللي هو النسخه الكبيره في 2029. طبعا. المغرب اوريدي منظم كره القدم النسائيه حتى في المغرب كل حاجه فمش هيعرف يستضيفك انت يعني حاجه بالعقل يعني. انا بس حابب اوضح ان الزميله كانت بتتكلم على نجاح المدرب الوطني مع الكره المغربيه، يمكن هي قالت وليد الركراكي في المنتخب المغربي. أيوة. وكان انجاز الوداد الاخير كان مع وليد الركراكي، انجاز الوداد في 2017 كان مع حسين عموته، كان كلام كان بتقول بس قبل ما الكلام يقطع يعني ايه، كان ودقت موجود عادل رمزي قبل منه، كان فاندنبروك ما فشل مع فريق الوداد ورحل عنه، ودقت موجود عادل رمزي يمكن بتكلم على جزئيه المدرب الوطني. أيوة. مع الفريق الوداد تحديدا منه عناصر موجوده في المنتخب المغربي اللي حقق زي عطية الله ويحيى جبران زي ما هي اتكلمت. لكن طبعا ارجع بقى للكلام، انيمبا هو الفريق الوحيد اللي كان يخسر مرتين يعني الفريق الوحيد اللي كان يخسر مرتين هو فعلا هو عنده حق. طب اروح يعمل ايه؟ بس هو انا كان معاهم كان يعني يروح يلعب وخلاص. ما بالظبط كده يعني بيترو اتلتيكو تصريح وحاجات، بيترو اتلتيكو فريق محترم جدا اتغلب على ارضه 2-0، وامبارح كان هو اللي كان افضل من صن داونز على ارضه. يمكن لو كانت النتيجه 1-0 كان ممكن يبقى في كلام تاني يعني. امبارح كلنا شفنا طبعا طرد في الدقيقه الثانيه من المباراه لمدافع صن داونز، بس لازم برضو يتحط في الاعتبار ان صن داونز كان بيلعبوا 10 لعيبه ابتداء من الدقيقه الثانيه، ما واحد يعني 10 طرد لاعب ما بيأثرش قوي يعني. كلنا شفنا حتى منتخب مصر ما يأثرش قوي لو في مراحل متقدمه من اللقاء، لكن من الدقيقه الثانيه يعني انت لازم تلعب الماتش كله ب 10 لعيب. بالمناسبه تعالى نقف شويه عند صن داونز. وصن داونز بعيدا عن الملابسات اللي حصلت في الماتش الاخراني ليهم، بس هم بشكل عام عندهم برضو شويه غيابات مش وحشه يعني كويس. المفروض نستفيد منها. لا والله حتى وان كان الموجودين برضو ما يقلوش الحقيقه. هم برازيل افريقيا. أيوة. ولكن هم بعيد عن منصات التتويج، يمكن حتى السنه اللي فاتت دايما بيبتدوا اي بطوله بقوه فظيعه وبعد كده تلاقي الدنيا بتريح شويه. هو بفريق هارلم اللي هو بتاع السله. أيوة. ده اللي كان استعراضي وجميل جدا في النهايه. ما بياخدش مش بتاع بطولات يعني. يعني اللي كان يمكن حتى صحافه جنوب افريقيا كانت اتكلمت لما الاهلي خد البطوله من الوداد السنه اللي فاتت في دوري الابطال، وكتبت متى يهزم صن داونز النحس. هو مش نحس، هو انت بتستعرض في حاجات تانية مثلا ايه يعني. هو كل تاريخه في دوري الابطال مرتين صعد نهائي. أيوة. مره بطل ومره وصيف. طبعا. اهلي وزمالك قدام الاهلي وقدام الزمالك. لكن السنوات الاخيره بيتالق. السنه اللي فاتت شفناه كان بعبع تقريبا شمال افريقيا، كسب الاهلي. طب. كسب الشباب بلوزداد رايح جاي واربعه في الجزائر يعني حاجات. وبعدين
في الاخر بيخرج يعني ايه. رغم انه كان على فكره عامل ماتش قوي جدا قدام الوداد المغربي في نصف النهائي في المغرب، وكان مطرود منه اثنين لعيبه وكان بيهدد مرمى المنتخب الفريق الوداد، اتعادل 0-0 وتعادل على ارضه 2-2، لان هو تحس ان هو ما عندوش كم الخبرات وعنده لعيبه مميزه في كل المراكز. عشان كده الغيابات في وجهه نظري مش هتاثر قوي، لان عنده لعيبه في كل المراكز كويسه جدا. طب بلاش التفصيله دي اذا كانت هتاثر ولا مش هتاثر. طب تفصيله ان هم خط الدفاع عندهم يتوقف عنده كده ونتامله وان شاء الله خير ولا ايه بالظبط؟ يعني هقول لحضرتك على حاجه، نرجع السنه اللي فاتت ماتشين الاهلي معاهم، ماتش الاهلي هنا في القاهره يعني لو كان الاهلي اصلا سجل ضربه الجزاء اعتقد كان محمد هاني اللي ضيعها، مش فاكر كان مين، كان الاهلي كسب. لكن ما علينا من ده، خلاص الموضوع انتهى. لكن مثلا شوف جون حسين الشحات اللي هو الجون الثاني بعد ما تقدم وتعادل الاهلي، كان هم تقدموا الاهلي تعادل بجون لمحمد عبد المنعم، وهتشوف الجون بتاع حسين الشحات قدر يخترق يعني زي السكينه في الجبن زي ما بيقولوا، قدر يسجل جون وكان يقدر كتير النادي الاهلي. هم عندهم دفاعهم عفوا هجومهم قوي ودفاعهم وسط بطيء. عندهم مش وحش لكن الدفاع سيء جدا. انت لو قدرت تستغل الدفاع ده تقدر تسجل منه. مطلوب مننا ايه بقى؟ ان احنا نستغل المشكله دي اللي عندهم، ما تديلهمش المساحات في ضوء ان احنا عندنا ماتشين ورا بعض، اخر ماتشين لينا عندنا مشكله في الفينشينج رقم واحد. بس انت ما تديلهمش مساحات، لان هم لعيبه مهاريه زي لعيبه سيمبا. يعني لعيبه سيمبا مش وحشين، هم بس مفتقدوا الخبرات، لكن هم على المستوى المهاري لعيبه رائعه جدا. شفت بينقلوا كره كويس ولعيبه مهاريه بصراحه بكل امانه. لكن ده كان اختبار قوي للاهلي قدام صن داونز. لازم تامن دفاعيا، ما ينفعش تلعب قدام فريق مهاري ماتش مفتوح. انت سبب خسارتك ان انت المره اللي فاتت الخمسه دي 5-2 ان انت فتحت الملعب لا ما ينفعش ده ما ينفعش. واعتقد المباراه دي تحديدا هي اللي علمت كولر اللي بعدها قدر يحصد البطولات. هي جات لك الفرصه ثانيه يا عم كولر تقدر تثبت تصحح خطاك في المباراه دي تحديدا. اكيد طبعا مفيش الهزام الكبير ده ان شاء الله، مفيش الكلام ده كله، لكن تقدر انت من هناك تتاهل. يعني انت يعني طبعا. احنا كلنا شفنا كل الماتشات خلصت من مباراه الذهاب، المباراه الاولى الاهلي صعد المباراه الاولى، صن داونز صعد المباراه الاولى، حتى الوداد الماتش ده يعني اصلا مش هيروح صعد المباراه الاولى، هي تبقى بس مباراه مازيمبي والترجي اللي فيها كلام. لكن مباراه الاهلي وصن داونز تخلص دي مباراه ثانيه اللي تم تأجيلها، ما هي برضو نفس الكلام برضو حصل شويه مشاكل في تاخروا في السفر، فبرضو هيتلعب بدل الاربع الخميس. هي البطوله كلها فيها مشكله واحده بس، تنظيم التوقيت. التوقيتات بتاعتها ضيقه جدا، يعني ايه العب في جنوب افريقيا يوم الاحد وفي القاهره يوم الاربعاء؟ ازاي تفصيله مهمه زي كده ما تترعاش في بطوله كبيره بالشكل ده؟ ما هم بيقلدوا افريقيا، مفترض ان هم بيقلدوا اوروبا. اوروبا يا جماعه انت بتلعب في ميلان زي مدريد زي روما، كله بتركب ساعتين زمن بالقطر. بتعمل حساب حتى البنيه التحتيه في دول مثلا قطارات فيها بدايل. واصلا اوروبا ما فيهاش اصلا تاشيرات، القصه دي مش موجوده. فانت اوريدي يعني السبب المعلن يعني ان هو الورق واصل التاشيرات واصل حتى الماتش لما اتنقل من ماتش مازيمبي والترجي لما اتنقل من الكونغو الى تنزانيا بسبب مش عارف المعدات ما دخلتش وكده مش هيبقى في نقل. كلام حاجات ما بتحصلش الا في افريقيا. يعني انت تقييمك للنسخه دي ايه عموما؟ هي لسه ما اتلعبتش اساسا عشان يعني مبدئيا كده انطباعاتك المبدئيه. شوف مش هنضحك على نفسنا، هي البطوله الكاف او وتحديدا الفيفا بيعتبرها حقل تجارب، بيتعامل مع افريقيا انها حقل تجارب، عايز يهتم بالبطوله وينجحها ويعمل ان هي ناجحه قوي عشان يقول لاوروبا اهو، لان اوروبا طبعا رفضتها وانفتينو ما قدرش يفتح بقه، لان اوروبا قاره قويه ما قدرش يتكلم، لان الاتحاد الاوروبي اليوفا وقف ضد الانديه، وانديه مين؟ ريال مدريد وبرشلونه وميلان واليوفنتوس الفطاحل بتاع اوروبا، ما قدرش يتكلم اصلا مع ان كانت الارقام رهيبه. لكن في افريقيا طبعا افريقيا قاره فقيره جدا، قاره الغلابه، عشان كده قدر يضحك حتى على الانديه الكبيره، نقول مثلا جوزها 100 مليون دولار، فبالتالي اهلا وسهلا الاهلي يشارك والزمالك والترجي والوداد والرجاء. وبعدين راح ايه منزل، لا يا جماعه من البطل بدل ما ياخد 11 مليون لا هياخد 2، وبعدين عدل شويه لا 4، وبعدين بدل 24 فريق لا 8. لا هو حقل تجارب افريقيا بالنسبه له، حقل تجارب بدليل ان هو جايب بطوله في توقيت صعب جدا على الانديه، ارهاق رهيب جدا. يا رب الله يكون في عون اللعيبه. انا مثلا اخشى ما اخشى على النادي الاهلي في البطوله دي من ارهاق. يعني شوف المباراه اللي مثلا علي معلول ما لعبش في المباراه الاولى ليه؟ عشان ما لحقش، جاي من اليابان يعني الكلام كله تهريج يعني. فاللي هم بيتعاملوا مع افريقيا انها حقل تجارب عشان البطوله. الوضع ده هيفضل مستمر لغايه امتى؟ الى الابد. الى الابد. لان ليه الى الابد؟ ليه ما فيش حد يضرب كرسي في الكلوب ويرمي طوبه في المايه الراكده بحيث ان الملف ده يتهز شويه؟ الكاف رضيع الفيفا، الكاف اتحاد الافريقي لكره القدم رضيع الفيفا، هو بياخد من الفيفا، الفيفا بيوجهه زي ما هو عايز. ده حتى كان من الهزل ان هو لما كان في انتخابات الكاف الاخيره ما عملهاش انتخابات، يعني الناس راحت تنتخب، ما حد ما كانش فيه صندوق وعمل اوراق ومش عارف وتصويت، خلاها ايه وزعها.
خلاص انا داخل ضد مثلا الاستاذ كريم، خلاص انت تراضى هتاخد كذا، وانت ما بقاش في انتخابات كل واحد يتراضى، انا اتنزلت وخدت كذا وانت ما بعملش. انت يعني انفانتينو بصراحه لعب عرش مارونيت بالقاره الافريقيه وما زال يلعب، وطبعا هو عنده حق لان طبعا 54 صوت مهمين جدا، مهمين جدا جدا جدا، دي في الاصوات في العمليه الانتخابيه بيحتاجهم في اي حاجه هو عايز يوجهها. يعني مثلا مثلا عايزين نودي البطوله عند لدوله معينه، خلاص يبقى ال 54 كلهم على شكله واحده. يعني بعكس اوروبا، اوروبا مثلا 55 صوت، لكن ما فيش حد زي حد، المانيا غير ايطاليا غير، فكل واحد مع نفسه وكل واحد له راي، هو ما يقدرش يتكلم في اوروبا. وامريكا الجنوبيه كلهم 10 اصوات، فيعني صباح الفل. لكن هو بيجي على مين؟ اسيا وافريقيا، وتحديدا افريقيا. اسيا برضو قاره غنيه، لكن افريقيا قاره فقيره، هي افقر قارات العالم، فبيعرف يتحكم. خلاص هو عارف الدنيا ماشيه ازاي، فبيعرف يتحكم فيها كويس جدا، فهو متحكم في رئيسها اللي هو موتسوبي، رغم انه راجل غني طبعا مش محتاج فلوس، لكن هو بيتحكم في القارات. فعشان كده القاره ماشيه زي ما بيحركها انفانتينو. هيستمر لحد امتى؟ هيستمر للابد، لان طالما هو نفسه مستمر. لا مش او حتى لو جه حد غيره، يعني حتى لو جه اسيا قاره فقيره، يعني ما بين الشمال والجنوب مش عارف 15 ساعه، وعشان تسافر مش عارف مين يومين سفر، ده ما بيحصلش في اي قاره في العالم الا في القاره الفقيره اللي هي قاره افريقيا. يعني انت بتروح الاهلي كان بيلعب في ساعات في اماكن كده ما تعرفش الناس دي فين اصلا، يعني تبع مين دي، فاضطر يسافر الاهلي مثلا عشان ينزل تحت، يسافر فرانكفورت مثلا في المانيا، وبعدين يطلع من هناك مش عارف يروح انجولا فيروح باريس لا كلام ما بيحصلش الا في افريقيا. كعبالة جنب. بالظبط، ما بيحصلش الا في افريقيا. كولر احتاج او اضطر انه تاني يفتح الملف ويتكلم فيه اللي هو ملف التدوير، لان كان في ناس بتشيد جدا بالبند ده او التفصيله دي عنده، وفي الفتره الاخيره بقى في ناس عندها تحفظات على نفس البند اللي كانت بتشيد بيه زمان. لا انا مع كولر في التدوير. ليه؟ يعني مثلا امبارح هو كان تقريبا الناس كانت ضامنه ان هو يعني كده كده هتكسب وهتتاهل خلاص. فبالتالي قعد برضو قوه ضربه زي مثلا امام عاشور مثلا، مش مهم تبدا بيه مش مهم. هو الحمد لله ان الاهلي يعني فلت من الموضوع ومن الفخ بتاع سيمبا، كانت هتبقى مشكلة كبيرة، لكن هو يقدر يكسب اللعبة دي، ويقدر لما إن شاء الله يعمل نتيجة كويسة بإذن الله، بإذن الله في ذهاب يوم الأحد الجاي إن شاء الله في سان داونز في جنوب أفريقيا مع سان داونز، يقدر لو عمل نتيجة كويسة يقدر يريح تاني، لأن الوقت. أيوة بس في ناس كتير قالت لك طب أنت يعني فكرة إن أنت تدخر مجهودات بعض اللعيبة اللي هو القوة الضاربة عندك عشان الماتشات اللي لا بعد مش كده مع الناس دي. مش وحش يعني كتفكير عام نوت باد هنقول، لكن انت لاقي نفسك ان انت خسران والوقت خلاص بيطير منك. ما هو خسران مش بسبب ان اللعيبه اللي جوه واللي بره افضل، لا اللي بسبب اهدار الفرص اللي ملوش لازمه، يعني كان في اهدار يعني النادي الاهلي اصلا بقى انقاذ ما يمكن انقاذه. ما هو كان لسه في وقت ما بدهاش يعني. انت امتى هتنزل بالقوه الضاربه بتاعتك دي؟ رؤيه البعض من الناس اللي تابعوا. لا ما هو في النهايه نجح، ما نقدرش، فبالتالي ما اقدرش اتكلم معاه. يعني هو في النهايه لو قال لا قدر الله مثلا 13 جون وخرج كنا نقدر نتكلم في الكلام ده، لكن هو حقق الهدف، هو اتاهل خلاص، حتى لو كان بالتعادل. بالمناسبه عشان الناس بس اللي بتزعل بتقول الاهلي ما كسبش وتعادل 2-2 ومش عارف هو. طب ما هو سيمبا شرب من نفس الكاس اللي شربه لفريق باور دينامو زامبيا، ان هو كان في اتاهل لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا لانه تعادل بره ارضه مع باور دينامو في زامبيا 2-2، وكان مغلوب على ارضه 1-0 وتعادل وتاهل. فهي يعني عشان بس ايه الناس بتتكلم ان سيمبا كان يستحق او في بعض الناس يعني لا ده كاس وداير شربوا منه، شربوا باور دينامو والاهلي شربه له، فهي العمليه كاس وداير بالظبط. فعشان كده لا انا مع كولر لانه في النهايه نجح، يعني في النهايه الهدف تحقق. انت النهارده لازم تدخر اللعيبه بتاعتك لان الوقت ضيق جدا، تحديدا بطوله الدوري الافريقي الوقت فيها ضيق. تخيل الاهلي يلعب يوم الاحد في جنوب افريقيا ويوم الاربع في القاهره، يعني يا رب ان شاء الله يوافق الكاف ان الاهلي ياجلها حتى يوم، يبقى يوم الخميس عشان يبقى في مساحه. طب هم لما يلعبوا في جنوب افريقيا يوم الاحد ويطلعوا بعد المباراه يوم بحاله سفر 7 ساعات، واعتقد خلاص الموضوع ده اتحسب وبقى الخميس على حد علمي، مش عارف مش عارف انا لسه لحد امبارح او يمكن في طي المناقشات ممكن تبقى الخميس، لان اوريدي الكاف اجل مثلا ماتشات الاربع. هو المنطق يقول كمان اسبوع بس، هو طبعا هو يعني عشان ضغط المباراه يعني. البطوله كلها في 20 يوم وايه يعني الاهلي مش محظوظ في الحته دي، يعني النادي الاهلي يعني تخيل بقى العكس، لو الاهلي مثلا المباراه دي الذهاب في القاهره كان يقدر يستعد كويس جدا، الماتش عنده لحد وبعدين يسافر مع الفريق الجنوبي، لكن هو للاسف اتفهمت غلط، يعني قال لك ده من مصلحه الاهلي المباراه العوده في القاهره، لا تحديدا المباراه دي كان يبقى من مصلحه الاهلي العكس، لكن خلاص بنتكلم في 10 ساعات طيران رايح وزيهم. ما انا بقول لحضرتك هو هيلعب يوم الاحد ماتش قوي جدا وضغط اعصابه قدام فريق قوي وهزمك نفسيا، يعني مش على الارض المعنوي، نفسيا انت مهزوم منه بسبب النتيجه الاخيره، فانت لما تلعب الماتش ضغط الاعصاب ده وتيجي طالع 10 ساعات سفر
تصل تاني يوم الاثنين تريح الثلاث تلعب الاربع. طب ايه ده يعني؟ الموضوع بصراحه صعب جدا 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 جدا. الكاف طالما فرض البطوله دي كان المفروض يديها يعني متسع شويه يعني من الوقت على الاقل اسبوع، لكن ما ينفعش كده من القاره كده. لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، دي افريقيا يعني هنروح منها فين يعني؟ قافش حضرتك من افريقيا جدا. ما هي اصل ده حلنا ده هو الحل يحزن الحقيقه. يعني الحل يحزن. وبعدين فكره ان وتحس وكان في تعمد يعني او تعسف متعمد هو انا التعامل مع الملف الافريقي برمته. لا يعني عايز اقول لحضرتك على ايه الفايده من البطوله دي اساسا؟ يعني ايه الفايده؟ الكاف، انا بتكلم على الكاف. أيوة. انت دلوقتي الكاف ايه الفايده اللي انت عاملها من البطوله؟ ما انت عندك دوري ابطال افريقيا البطوله الاقوى، والبطوله الكونفدراليه البطولات زي اوروبا زي كل دول العالم. ايه بقى الفايده اللي راجعه عليك انت يا كاف بطوله؟ ايه معناها يعني؟ ايه مثلا هل مؤهله مثلا كاس عالم الانديه؟ لا. طب ايه تصنيفها؟ ما تعرفش. شويه فلوس؟ طب ما ده اي بطوله وديه. ما الفلوس والمجهود على الاقل ازاي؟ لا البطوله الوديه فلوسها اكتر. بيه البطوله الافريقيه فعلا. حتى الامور الماديه اللي جايه منها البطوله الوديه فلوسها اكتر. يعني انت مع البطوله الوديه كاس ال طب ما الكلام ده بيستهلك ويستنزف الفرق. بالظبط، ما هو كده، ما هو استهلك واستنفذ. يعني دول هيطلعوا من هنا يلعبوا دور المجموعات دور ابطال افريقيا كلهم مستنزفين. لا وبعدين بالنسبه حتى للعيبه عندنا، انت عندك كاسين مفتوحين على بعض، على نسخه حاليه من الدوري، على دوري ابطال افريقيا، على كاس العالم للانديه. على مشاكل الاتحاد الكره احنا بنفرهد واحنا بنعدد بس البطولات اللي هيشاركوا فيها. بالظبط. الله يكرمك. انت مش عارف تكتب يعني. احنا بنكتب في الصحافه، بتكتب بتجيب من شرق الغرب يعني. عم وقاعدين يا ده في كاس، يا ده وفي عندك. لا وكمان زودوها السوبر المصري بشكل جديد، بدل ما ماتش باربع بقى ثلاث ماتشات مش يعني، وبقى بقى مده بقى تروح تلعب ماتش مثلا في الامارات. في كعبله كتير في كتير في كتير 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 زخم زخم. فده طبعا ايه الفايده منه مش عارف يعني. صحيح. على كل الاحوال انا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك النهارده، نورتني وشرفتني، وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه. ويك اند سعيد على كل باذن الرحمن، وان شاء الله نعيشنا وكان لنا عمر يتجدد اللقاء ونلتقي على خير ان شاء الله يوم الاحد الجاي وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.